مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكم. ليله جديده من ليالي رمضان الكريم الحقيقه، ليله بطعم اكتر من رائع الحقيقه. النهارده عندنا موضوعات كتيره جدا نتكلم فيها، يمكن واحنا بنبدا معاكم حلقه النهارده او سهره النهارده في الاهلي في رمضان عندنا اكتر من موضوع، اهمهم طبعا البطوله الوديه اللي خاضها منتخب مصر ولقاء النهارده مع كرواتيا. يمكن في خلال 72 ساعه يرجع الاهلي مره تانية على الساحه، المره دي على الساحه الافريقيه، مباراه مهمه جدا قدام سيمبا. هنتكلم في حاجات كتيره جدا. برحب بيكم في بدايه حلقه النهارده، وبرحب كمان بزميلي عبد الرحمن ناجي اللي بيسعدني ان يكون موجود معايا النهارده في الاهلي في رمضان. انا مسعد بالوجود معاك يعني زميلي العزيز احمد سمير. انا من الحاجات الحلوه في رمضان ان انا موجود معاك في حلقه النهارده، ده شيء حاجه يعني فرحان بيها جدا. ان شاء الله نقدم للناس حاجه حلوه ان شاء الله. وبعدين معانا حلقه بقى يعني ماتش منتخب مصر شغال طبعا. بكره الفرقه مسافره في ماتش تنزانيا سيمبا التنزاني، فمعنا احداث كتير قوي نتكلم فيها مع أكيد بعض اكيد، وهتبقى حلقه دسمه جدا. صحيح. وطبعا وجودي معاك ده شرف كبير يعني، ده شيء يسعدني جدا، وان شاء الله باذن الله تستمتعوا معايا ومع عبد الرحمن النهارده. والحقيقه يمكن قبل ما نتكلم كوره عبد الرحمن حابب ادردش معاك شويه، لانه البطوله الوديه اللي جت يمكن في توقيت صعب بالنسبه لمنتخب مصر، جت في توقيت صعب بسبب الغاء البطوله ونقلها لمصر كاس العاصمه وظهور المنتخب في ماتش النهارده بالذات. سيبك من ماتش نيوزيلندا، لكن ماتش النهارده كمان الحقيقه في مكاسب كتيره جدا بعيدا عن كره القدم. احنا بنكلمكم والماتش لسه مخلص والنتيجه لسه ما نعرفهاش. نتمنى طبعا التوفيق لكابتن حسام والمنتخبنا الوطني، اللي انا سعيد الحقيقه النهارده بظهوره في استاد مصر الجديد، صوره كنا بنتكلم عليها بقالنا كتير قوي. عبد الرحمن الحقيقه انا كان وحشني منظر الاستاد بالشكل ده، خصوصا استاد مصر في العاصمه الاداريه الجديده، حاجه تحفه معماريه يعني تحس احنا لسه كنا بنتكلم كانك بتتفرج على ماتش في اوروبا حقيقي. وكمان كواليتي التصوير، انا اخر مره شفت كواليتي التصوير ده في مصر تقريبا في بطوله افريقيا 2019. عدد الكاميرات الكبير ده، الكواليتي بتاع الكاميرا نفسه ال HD او ده 4K تقريبا كمان، غير ان مخلي شكل الاداء مختلف. انا يعني ممكن يكون اداء اللعيبه هو هو زي ما بيلعبوا في الماتشات العاديه، بس التصوير مخلي الريتم اسرع، مخلي الشكل احلى. كمان اختيار منتخب كرواتيا حقيقه، المنتخب من المنتخبات المميزه، في اسم كبير زي لوكا مودريتش طبعا، هم كلهم تصورهم مع منتخب مصر يحسب للشركه كبيرة. المتحده كمان ان هم ودوهم يشوفوا الهرم، صوروا النجوم دي بشكل مميز في مصر، ان هم لحقوا البطوله زي ما انت قلت. البطوله دي فجاه صحينا من النوم الصبح الامارات ما تعرفش حاجه عن اللجنه المنظمه او المنظم سبونسر البطوله يعني، فيحسب للشركه المتحده حقيقي ان هي اقامت البطوله دي بالشكل ده. صحيح. وانت بتتكلم على منتخبات كبيره، منتخب كرواتيا ثالث عالم، بتتكلم كمان على حضور جماهيري ما شفناهوش مع منتخب مصر بقالنا كتير. بنتكلم تقريبا عن فتره طويله جدا ما شفناش 90000 بالظبط، مش شفناش 90000 موجودين في المدرجات. انت لو عملت لو مسكت الريموت كنترول وعملت ميوت او لغيت الصوت واتفرجت على الصوره بس من غير ما تعرف مين بيلعب، ولا كانك بتتفرج على ماتش في امم اوروبا، ولا كانك بتتفرج على ماتش في كاس العالم. استاد رائع رائع، واحد من اهم مكاسب البنيه التحتيه الرياضيه في مصر في السنوات الاخيره، واعتقد ان واحد من اهم الاستادات في العالم. مش هبالغ لو قلت، مش هقول افريقيا ولا هقول المنطقه العربيه، لكن واحد من اجمل واكبر استادات العالم، جمهور شكله اروع. اتمنى بقى ان الصوره دي نحاول نقلدها لوكالي، يتعمم يعني في الدوري عموما. يعني ليه مش ماتشات الدوري كلها كده؟ مش هنوصل ليها في الدوري، بس يعني بس احنا عندنا الامكانيه اهو. يمكن كمان احنا عندنا عدد فرق جماهيريه مش وحش، تقدر نبدا بالفرق الجماهيريه يبقى في شكل على الاقل حلو. صحيح. يعني ماشي، احنا بنسمع اعداد كويسه، حتى في دلوقتي بيقال ان ماتش الاهلي اللي جاي هنا 5 ابريل هيبقى برضو بعدد، يوم 5 ابريل ممكن نشوف 30000 متفرج، احتمال كبير. صحيح. يعني احتمال، ولكن في فرق جماهيريه كتير يعني طبعا. انت الماتش لو بين الاهلي والاسماعيلي والمصري والاتحاد والزمالك، كل الفرق دي لا تقدر تعمل الاستاد بالشكل ده عادي. أيوة. وكان بيحصل قبل كده. صحيح. والاهلي قبل كده في ماتشات في افريقيا، لا الاهلي ماتشات افريقيا لو 50000 لما بيتسمح بحضور جماهيري الاستاد بيتملي. خد بالك، الجمهور هو اللي بيدي متعه للكوره، يعني بيتهيألي جزء كبير من، يعني طبعا مش هقدر اقيم تجربه كابتن حسام، ويبقى انفير ان احنا نقيم تجربته بعد مباراتين او بعد تولي المسؤوليه يعني في خلال مده قصيره، لكن بيتهيألي انه الجماهير اللي موجوده في المدرجات النهارده دي ادت حافز وادت دافع كبير جدا للعيبه والجهاز الفني ان هم يقدموا افضل ما عندهم. تخيل كده سيناريو المباراه كان ممكن يكون عامل ازاي لو المدرجات دي فاضيه او ما فيهاش جمهور، او حتى هتحس فيها عدد قليل قوي. هتحس قوي بان هو فريندلي ماتش يعني. صحيح. فنتمنى التوفيق طبعا المنتخب. هنتابع طبعا المباراه، وهنحاول نقف كده شويه مع مكاسب المنتخب ان شاء الله. مش هنركز قوي على السلبيات لانها مش مرحله الكلام على السلبيات، طبيعي جدا ومنطقي جدا بصرف النظر عن اسم حسام حسن او اي اسم تاني كان بيتولى المسؤوليه، انه ما يقدرش يعمل كل اللي احنا بنحلم بيه او نتمناه في المده القليله دي. لكن في النهايه انا بيتهيألي انه المنتخب
من خلال البطوله دي استفاد بشكل كبير جدا وطلع بمكاسب كتيره جدا. هو المنتخب استفاد 100%. الحاجه الوحيده اللي ممكن ما تكونش مكسب لعيبه الاهلي اللي وجودهم كتير في التشكيل الحقيقه، واحنا اللعيبه دي مسافره الفجر النهارده. ايوه. وكمان بالنسبه لي انا اصابه امام عاشور بصراحه مضايقاني كمشجع اهلاوي، اصابه هتفرق مع الاهلي لفتره يعني. صحيح. لكن خلينا نقول يعني دايما احنا بنراهن على اي حد بيلبس تيشرت النادي الاهلي بصرف النظر عن الاسم، وطبعا نتمنى السلامه لامام ويرجع ان شاء الله افضل من الاول. كان حقيقه وصل لفورمه كويسه جدا وكان مقدم ماتشات كويسه مع الاهلي ومع منتخب مصر، واحد يعني من اللعيبه اللي اعتقد كابتن حسام كمان هيفتقدهم جدا في الفتره اللي جايه، لكن ما عندوش ارتباطات الا يمكن في شهر 6 ماتش بوركينا. احنا اللي عندنا ارتباطات، لكن طبعا الاهلي عنده ارتباطات كتير. لكن خلينا نقول برده من مكاسب البطوله دي بالنسبه للاهلاويه، محمد مجدي قفشه عمل جيم عالمي عالمي قدام نيوزيلندا. والنهارده وجود اكرم توفيق في الملعب، وهو غايب بقاله فتره كبيره جدا، يعني اكرم بقاله فتره حتى ما بنعتمدش عليه في الاهلي بشكل اساسي، دقايق تقريبا لعبها، لكن وجوده واعتماد كابتن حسام حسن عليه دي فعلا هتديله معانا احنا كاهلي يعني هتديله لا قوه وهتديله. وجود اكرم بيلخص جزئيه مهمه جدا في تركيبه حسام. حسام من اللعيبه اللي طول عمرها بالظبط كده بيراهن على اللعيبه اللي عندها روح، هو شخصيا هو وابراهيم في فتره من الفترات كانوا يعني للمنتخب وللنادي الاهلي كانوا مصدر يعني الهام وروح وغيره ودوافع كتيره جدا، فنتمنى ان الروح دي تتنقل ان شاء الله لمنتخبنا، وهي الروح اللي احنا يمكن كنت يعني انا شفت مثلا في البطوله الافريقيه الاخيره اللي كان غايب شويه عن المنتخب هو الروح، لو الروح كانت موجوده كان منتخبنا ممكن يروح لابعد من كده. يمكن وجود مدرب وطني، ولما كمان يكون كابتن حسام حسن اللي هو اساسا مميز بكل الاماكن اللي مسكها وكل الانديه اللي مسكها، كان مميز ان هو اكتر ما الناس بتتكلم على تاكتكس وخطط وحاجات من دي بيتكلموا اكتر على جزئيه الروح، وان هو واخد الحته دي من كابتن الجوهري واخد الحته دي من الانديه اللي لعب فيها، وتقريبا ما لعبش في نادي مش جماهيري، كل الانديه اللي لعب فيها جماهيريه. لكن احنا شايفين ده بصراحه، يعني يمكن اخر حد شفنا المنتخب فيه بالشكل ده وبالاداء ده كان كارلوس كيروش واقف على الخط برضه بينقل حماس للعيبه. من بعد كارلوس كيروش فيتوريا ما كانش بصراحه الجزئيه بتاعه الحماس دي ما كانش بالقوه بتاعه كابتن حسام بصراحه الماتشين اللي فاتوا. هنا هو يمكن تركيبه اللاعب المصري فيها شفره ما بيعرفهاش قوي او ما بيقدرش، مدربين قليلين اجانب ممكن يقروها ويفكوها، يعني جوزي مثلا واحد من المدربين اللي ما كانش اسم كبير قبل ما يجي النادي الاهلي، ما كانش مدرب عالمي، في اسماء كتير يمكن جت اشتغلت في الاهلي اكبر من مانويل جوزي قبل ما تيجي لكن ما قدرتش تفهم او تفك شفره اللعيب المصري. لكن مانويل جوزي، ريني فايلر وغيرهم كتير، يعني مش هقول اسماء، لكن قدروا يتعاملوا او يطلعوا افضل ما فيهم. الميزه بتاعت المدرب المصري دايما انه الشفره موجوده عنده، وبالذات لما يكون لاعب كبير او نجم كبير او صاحب تاريخ وتجربه كبيره جدا زي حسام حسن، فنتمنى انه خلاصة التجربة دي تبان على المنتخب، واعتقد انه لسه بدري على التقييم، يعني بتهيألي مشوار حسام السنة دي ما عندوش ارتباطات كتيرة جدا غير تصفيات كأس العالم، التقييم الحقيقي ممكن نقول التجربة أو بدايات التقييم ممكن يبقى مع أمم إفريقيا في المغرب إن شاء الله. وفي نقطة كمان، تصفيات كأس العالم دي 9 فرق هيبقى يعني دي بره التقييم برضه بصراحة، يعني احنا لو خدنا المنتخب هنوصل كأس العالم. دي حاجة سهلة جدا. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا بدون مفاجآت وبدون مطبات. عيب يكون 9 فرق واحنا مش في المنتخبات اللي رايحة كأس العالم. بإذن الله. هو الأهم بالنسبة للجمهور النهاردة أو الهدف، يعني طبعا هو ودي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، أو المسؤولين في اتحاد الكورة، تعيين كابتن حسام ما كانش بمثابة يعني تخفيف الصدمة، يعني هو مش فكرة ان احنا غضبنا على فيتوريا فجبنا مدرب محلي او مدرب وطني، انا اتمنى انه مرحلة كابتن حسام يبقى متحددة فيها الاهداف بتاعتها، يعني احنا هدفنا مش بس نتأهل كأس العالم، المصريين على مستوى الجمهور بتكلم متهيليش ان احنا هدفنا نوصل كأس العالم، لانه اي حد مصري هتساله هيقول لك طبيعي جدا في ظل الفرصه المضاعفه للمنتخب ان احنا نكون موجودين، لكن الهدف الجمهور يعني لو كان ليا ان انا اتكلم باسم الجمهور اللي احنا حاطينه قدامنا هو احنا هنروح كاس العالم نعمل ايه؟ هنروح نظهر في كاس العالم ضيوف شرف، ولا هنروح في كاس العالم نقدر نحقق حلم بيتمناه كل الجماهير وان احنا نروح لبعيد؟ في هدف تاني بالنسبه لي مهم جدا، انك تنزل بمتوسط اعمار لعيبه المنتخب، ودي من مميزات كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن في كل الفرق اللي مسكها دايما بيطلع لعيبه شباب وبيطلعهم بروح كابتن حسام حسن الحقيقه، يعني فانك تنزل بمعدل اعمار لعيبه منتخب مصر وتهيئ بقى جيل جديد. انا بصراحه شايف مثلا كارلوس كيروش طلع عبد المنعم، طلع عمر كمال عبد الواحد، طلع كذا حد من الناس الصغيره سنا وجيل جديد. كابتن حسام حسن عنده وقت وعنده فرصه مهمه جدا، عنده ان هو عارف اوريدي لعيبه كتير في الدوري المصري مرنهم قبل كده،
وكمان ان هو لعيب منتخب مصر صاعد لعيب من الاسماء المميز ده عميد لعيب العالم يعني، فعنده الحاجه اللي يقدر يحسها في لعيبه المنتخب ده شيء مهم جدا جدا يعني. لو نزلنا بمتوسط الاعمار مع ان انت زي ما قال طبعا زميلي احمد سمير تبقى عارف انت رايح كاس العالم مش رايح اداء مشرف، لا انت رايح بقى عندك فرصه كويسه، خصوصا 48 منتخب دي اكيد هيبقى فيه كواليتي اقل من منتخب مصر اكيد يعني. اكيد طبعا، وخصوصا كمان انك عندك منتخب اولمبي هيلعب في شهر 7 في اولمبياد باريس، فبالتالي اعتقد ان فيهم عناصر كتيره جدا ممكن تبقى تحت المنظار على الاقل، او تبقى حاططها قدامك وانت بتفكر لما تروح تلعب في كاس العالم. احنا لسه بنتكلم على 26، فبالتالي قدامك فتره زمنيه كبيره جدا وفرصه. اعتقد كمان رساله بعتها حسام حسن في اختياراته للعيبه اللي شاركت في البطوله الوديه انه الباب مفتوح امام الجميع، هو ما بيراهنش على اسماء، هو بيراهنش على نجوميه، هو بيراهن على مستوى، بيراهن على فورمه. ايا كان الاسم بالمناسبه ايا كان الاسم، هنا الرهان مش على الاسماء، ويمكن دي كانت شويه غلطه فيتوريا اللي دفعنا كلنا ثمنها في بطوله افريقيا الاخيره. هو وضح ده فيتوريا ان هو اعتمد على اللي كان كيروش معتمد عليه من غير ما يضيف، دي حاجه. كابتن حسام حسن وضح في الاسماء، انا ما باخدش النني عشان النني ما بيلعبش، لكن انا خدت حجازي عشان بجهزه، عشان هو عنده الشخصيه اللي بيدور عليها كابتن حسام حسن اللي قالها طبعا زميلي احمد سمير مثلا في اكرم توفيق. كمان ان هو ليجند، اللعيبه بتهاب كابتن حسام حسن الحقيقه يعني، بيطلع منهم اللي هو عايزه. غير كده بقى هو عنده فرصه الوقت، وعنده لعيبه في المنتخب الاولمبي زي ما قال المنتخب الاولمبي اسف زي ما قال زميلي احمد سمير، عنده واحد زي بلال مظهر فرود محترف هداف للتشامبيونز ليج الشباب. صحيح، وبلال مظهر ده انت عندك نقص في عدد الفراوده في مصر او المهاجمين في مصر، عندنا مشكله انت ما عندكش غير اسمين ثلاثه يعني. لما تيجي تشوف المهاجمين في مصر مصطفى محمد، محمد شريف، وهتقف كتير قوي على ما تدور على حد ثالث او رابع. انا بيعجبني مهاجم منتخب مصر الاولمبي اسامه فيصل بصراحه، برضو واحد من العناصر المباشره. اوفا بيتهيألي لو راح نادي جماهيري ممكن برضو عنده التكوين بتاع راس الحربه اللي انت، بس محتاج خبرات اكتر، محتاج يلعب تحت ضغط مسابقات كبيره، وده بنشوفه في اللعيبه اللي كانت في انديه صغيره ولما لعبت تحت ضغط نجحت، زي عمر كمال مثلا. عمر كمال كان في فيوتشر لما كيروش ومرموش يعني نفس الكلام، ما حدش كان يتوقع بصراحه انه مرموش في خلال فتره قليله كده يقدر يعمل نجاح كبير جدا ومستواه يتطور كده في اوروبا وينجح مع في دوري من الدوريات الصعبه. بوندسليج ده دوري الالماني من اقوى الدوريات، مرشح انه يكون في البريمير ليج السنه اللي فاتت السنه اللي جايه، فبالتالي عندك عناصر بس محتاجه العين ومحتاجه الفرصه ومحتاجه الخبره. انها ان شاء الله وانت رايح كاس عالم باذن الله، ان شاء الله لو ربنا كتب لنا ووفقنا في كاس عالم يبقى عندنا منتخب يقدر يشارك ويكون مؤثر، ما يكونش ضيف شرف على البطوله. عندنا تشالنج صعب او تحدي صعب جدا 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 بعد 72 ساعه، مواجهه الاهلي وسيمبا التنزاني. عندنا كلام كتير عن رحله التحضير والاستعداد اللي هتبدا مباشره النهارده او بعد ساعات، في خلال ساعات من دلوقتي تبدا رسميا رحله الاهلي لتنزانيا للاستعداد لمواجهه سيمبا التنزاني. تابعونا وهنفتح موضوعات كتير جدا مع حضراتكم ومع ضيوفنا بالتاكيد، ومعنا مجموعه من الاخبار تخص منتخب مصر وتخص النادي الاهلي، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل حلقتنا في الاهلي في رمضان في ليله رمضانيه مميزه جدا جدا جدا، واتكلمنا عن الاهلي وسيمبا، ماتش هيكون ماتش صعب وماتش مهم. بمناسبه بقى الكلام عن ماتش الاهلي وسيمبا، خلينا نروح نشوف تقرير لمواجهه الاهلي مع سيمبا والفرق التنزانيه ونرجع تاني نكمل كلامنا. يستعد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لمواجهه مكرره في السنوات الاخيره مع نادي سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام. وتقابل الفريقان في ثماني مواجهات سابقة، حيث انتصر المارد الأحمر في ثلاثة لقاءات، فيما حقق سيمبا الفوز في ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقان مرة بنتيجة 2-2 ومرة بنتيجة 1-1. وسجل المارد الأحمر 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف. ويعتبر تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا متكافئا بين الفريقين، حيث خسر الأهلي على يد سيمبا ذهابا 2-1 في تنزانيا في مباراتهما المباشرة في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985، فيما تفوق إيابا بهدفين نظيفين في القاهرة. طاهر أبو زيد وشماله والخطيب، خطيب جوه 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 جوه
وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية. وعاد الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري الأبطال نسخة 2018-2019 بعد غياب لعدة سنوات، وتفوق الأهلي 5 أهداف نظيفة على أرضه في ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابا. وتبادل الأهلي وسيمبا الفوز بهدف نظيف في مبارتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات في الشامبيونز ليج الإفريقي موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدور السوبر الإفريقي في نسخته الأولى العام الماضي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق. وشارك الأهلي في 22 مباراة ضد الأندية التنزانية، فاز في 12 مباراة منها، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفا، واستقبل 11 هدفا. مواجهة بالتأكيد صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، والأهم أنها في ظروف مختلفة، بحكم طبعا أنتوا عارفين طبعا في السنوات الأخيرة سيمبا واحد من الفرق المتألقة في دوري الأبطال، وفريق يمكن الصعص علينا بالذات في ملعبه. لكن في النهاية أعتقد كمان أنه المباراة دي لما تتلعب بالليل تفرق كتير جدا مع لعبتنا، وخصوصا أن احنا في شهر رمضان، عن لما تتلعب في التوقيت اللي كنا متعودين عليه قبل كده. كانوا بيحبوا يحطونا تحت ضغط الحرارة والجو وإلى آخره، فكون أنها تتلعب الساعة 9 مساء بتوقيتنا هنا 8 بتوقيتهم في تنزانيا، أعتقد دي حاجة تصب في مصلحتنا إن شاء الله، وتسهل من مهمة الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تريحنا في مباراة العودة هنا اللي هتتلعب في القاهرة بعدها بأسبوع. جولة في أخبار النادي الأهلي والأخبار العالمية بشكل عام مع زميلتنا روزان نصر اللي برحب بيها، وبقول لها كل سنة وانت طيبة مرة تانية روزان. برحب بيك أحمد، برحب بيك عبد الرحمن، برحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي، قناة شاشة طبعا قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا قبل ما أبدأ للأخبار اللي معايا النهاردة، أنا معايا الحقيقة أخبار كتير جدا محلية وعالمية، ولكن خليني أسألكم رأيكم في شكل استاد مصر اللي طبعا بتقام حالا عليه مباراة مصر وكرواتيا في العاصمة الإدارية. ويعني خليني أسألكم كده شكل يعني رأيكم طبعا في شكل الاستاد، وكمان يعني الحضور الجماهيري الكبير اللي احنا يمكن شاهدناه من بدء هذه البطولة. حقيقة يمكن كنت لسه بتكلم مع عبد الرحمن، لو حد فتح التلفزيون ومش سامع المعلق، او ما يعرفش المعلق مصري بيعلق على مباراة المنتخب مصر ومنتخب كرواتيا، اعتقد انها مباراة في الدوري الاوروبي او في امم اوروبا. الصورة الحقيقة أكثر من رائعة، الحضور الجماهيري، الاستاد المبهر الحقيقة، بشوف واحد من أهم المكاسب اللي حققتها مصر في البنية التحتية الرياضية، على الرغم إن في طفرة الحقيقة على كل المستويات، مدينة أولمبية على أعلى مستوى إلى آخره، ومصر بتستعد لاستقبال بطولة أو الألعاب دورة الألعاب الأمم الإفريقية، لكن بشوف إن الاستاد ده كنت بحلم أشوف حاجة زي كده في مصر، والحلم اتحقق وأصبح واقع. التابلو الفني ده كله أتمنى إنه ميبقاش بس في ماتشات منتخب مصر، لكن نتمنى يبقى في كل يستمر فعلا، يعني الحقيقة نتمنى يستمر. وكمان ده مأثر على أداء اللعيبة، في لعيبة فعلا مش متعودة تلعب في الأجواء دي، لو كل لعيب منتخب مصر أو لو كل لعيبة الدوري المصري لعبوا في الأجواء دي، ده هيأثر بالتالي على المنتخب. ليه إحنا بنشوف 90% أو ممكن يكون ساعات 100% من لعيبة منتخب مصر من النادي الأهلي؟ لأن النادي الوحيد اللي بيلعب نهائيات بجمهور وبيلعب ماتشات كبيرة بجمهور وبيلعب بره مصر في الشامبيونز ليج في بطولة أفريقيا بجمهور هو النادي الأهلي. فبالتالي حتى كابتن حسام حسن قال كده، قال احنا عندنا لعيبه النادي الاهلي هم اللعيبه الوحيده اللي متعوده تلعب تحت ضغط جماهيري، وهو النهارده ما شاء الله بيلعب 7 لعيبه، هو كوكا كمان نزل، فبالتالي ده باين جدا في تشكيل منتخب مصر. عشان كده نتمنى كل لعيبه الدوري تلعب تحت الضغط ده. خد بالك الدوافع بتفرق برضو عبد الرحمن طبعًا. يعني فكره انه لعيب الاهلي دايما ده مش انتقاصا من الانديه الثانيه، لانه الانديه الثانيه برضو بالتاكيد عندها لعيبه كويسه جدا، لكن فكره الدوافع عند لعيب النادي الاهلي انه بيلعب كل ماتش ما فيش قدامه هدف غير المكسب، ما فيش قدامه هدف غير التتويج بالبطوله، ده مهم جدا بالنسبه للاعيب منتخب مصر، وبالنسبه لاختيار المدير الفني اللي بيراهن على الكتيبه دي او على النوعيه دي من اللاعبين عشان تقدر تديله اللي هو عايزه. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهنتابع طبعا. نتمنى، انا بيتهيألي بعيدا عن الفنيات والتاكتكس اللي ممكن تختلف او تتفق عليها في البطوله عموما سواء نيوزيلند او كرواتيا، لكن بشوف انه مكسب مصر النهارده لو اتحقق ان شاء الله هيبقى مهم جدا، 1 لاستعاده لعيبه المنتخب الثقه في نفسهم مره ثانيه، 2 لاستعاده الجماهير كره في مصر ثقتها في منتخبها ان شاء الله مع
كابتن حسام حسن. بالظبط، يمكن بتفق معاكي احمد، يعني انا شايفه ان بطوله وديه ولكن مهمه جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني، اكيد يستعيدوا فعلا الثقه مره ثانيه. هنبدا بقى اخبارنا من عند فريق الاهلي، وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي منح لاعبي الاحمر راحه من التدريبات الجماعيه قبل السفر لتنزانيا لخوض مواجهه سيمبا في دوري ابطال افريقيا، وهيلاقي طبعا الاهلي نظيره سيمبا التنزاني خلال المباراه اللي بتجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع نهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. ومنح مارسيل كولر لاعبي الاهلي راحه من التدريبات الجماعيه اليوم الثلاثاء قبل السفر لتنزانيا لخوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. من المقرر كمان أن يسافر فريق الأهلي لتنزانيا على متن طائرة خاصة في بعثة يترأسها حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي صباح غد الأربعاء. خليني بقى كمان أتوقف هنا وأسألكم عن توقعاتكم أكيد لمباراة سيمبا. أنا متوقع ومتفائل رغم أن في غيابات كتير ومؤثرة، ورغم أنه الفترة ما بين معسكر منتخب أو مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب في الدورة الودية وبعد كده رحلة سفر فجر النهاردة إن شاء الله الساعة 3 لتنزانيا، وهي رحلة برضو تعتبر شاقة إلى حد ما، وفرصة الاستعداد أو التحضير لماتش مهم وصعب زي ده يمكن تكون ضيقة، لكن أنا متفائل جدا وبإذن الله شايف إنه الأهلي يقدر يحقق نتيجة إيجابية لأول مرة في ملعب سيمبا إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة. نتيجة كم كان؟ أتوقع إن شاء الله نتيجة 2-1 لصالح الأهلي إن شاء الله بإذن الله. أنا نفس التوقع برضو، لأن مستر مارسيل كولر من الناس اللي عاملة السياسة بتاعت الروتيشن حلوة قوي، عامل إن كل اللعيبة أساسيين، فممكن أصلا السبع لعيبة دول تلاقيها اعتمد على عنصر أو عنصرين منهم والباقي كله جاي من اللي موجودين اصلا اوريدي معاه. انت مش هتحس ان الاسماء اللي مش موجوده في المنتخب تقل عن حاجه من اللي موجود في المنتخب، يعني لما تقولي كهربا اساسي، اما تقولي مثلا حسين الشحات اساسي، لما تقول اي اسم هنقوله هيطلع اساسي، رضا سليم ابو علي كمان معلوماتي انه جاهز، كل اللعيبه اي اسم هتقوليه اساسي، حتى الديفندرات عمرو السوليه موجود، فبالتالي ممكن يعتمد على اسم او اسمين. انا يعني من خلال رؤيتي الشخصيه المحدوده جدا لمستر مارسيل كولر، هو عامل سياسه تدوير تخليه يعتمد على اي حد في الفرقه بالزبط. فبالتالي ده يسهل علينا كتير، وزي ما استاذ احمد سمير قال انا متفق معاه 2-1 برضه. ان شاء الله نشوف مباراه يعني ايجابيه اكيد لصالح النادي الاهلي، ومباراه حلوه يعني بنستمتع اكيد امام سيمبا دايما مع الاهلي. لسه مع الاهلي طبعا، ونجح فريق رجال طائره الاهلي في التاهل لنصف نهائي كاس مصر بعد الفوز على سموحه في المباراه اللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا فريق رجال طائره الاهلي كان توج كمان ببطوله السوبر المحلي على حساب الزمالك منذ فتره قصيره. كل التوفيق فريق الماسترز فيما هو قادم. الفريق هيخوض مباراة نصف نهائي الدوري يوم 29 و30 مارس الجاري أمام سبورتينج السكندري. نروح بقى لخبر تاني خاص جدا باللاعب أحمد رفعت، يمكن متابعين حالته، لاعب مودرن فيوتشر واللي هيخضع لفحوصات طبية جديدة بالمستشفى اللي بيتعالج فيها في الإسكندرية لتحديد موعد عودته اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء إلى القاهرة، طبقا طبعا لنتائج الفحوصات الطبية اللي من المقرر إجراءها للتعرف على سبب تسارع ضربات القلب وسبب تأجيل نقل أحمد رفعت صانع الألعاب، يعني صانع ألعاب الفريق، من الإسكندرية إلى القاهرة خلال الساعات الماضية. إن يعني سيارة الإسعاف المجهزة التي تم تخصيصها لنقل اللاعب كانت قد توجهت مساء الاثنين بالفعل إلى الإسكندرية لنقل اللاعب مصحوبة بفريق طبي من القاهرة، ولكن الفريق الطبي القادم من القاهرة طلب مزيد من الفحوصات على القلب بسبب زيادة ضربات القلب، وهو طبعا ما أخر قرار عودة اللاعب ل 48 ساعة. نروح لمنتخب الشباب، وعادت مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني للشباب للقاهرة قادمة من الجزائر بعد الانتهاء من المشاركة في دورة الجزائر الودية، وكان منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض تعادل أمام تونس بهدف لكل منهما في المباراة اللي جمعت المنتخبين في ختام الدورة الودية بالجزائر التي أقيمت في الفترة من 18 حتى 25 مارس الجاري، فيما فاز منتخب الشباب على موريتانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية بالبطولة، وكان قد خسر من الجزائر بنفس النتيجة في افتتاح البطولة الودية. نروح بقى لأخبارنا العالمية، وتعرض مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي لإصابة قوية أثناء تواجده في معسكر منتخب سويسرا أثناء التوقف الدولي. أكدت صحيفة مترو البريطانية أن مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي تعرض لإصابة وهيغيب عن ودية سويسرا ضد أيرلندا المقرر إقامتها في دبلن مساء اليوم الثلاثاء، وهيعود إلى صفوف مانشستر سيتي. وتأتي طبعا الإصابة قبل مواجهتين يعني مهمين جدا لمانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي
وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. ويعد كمان أكانجي لاعب رئيسي هذا الموسم في حساب بيب جوارديولا مدرب السيتي، حيث شارك أساسي 19 مرة من أصل 28 مباراة في الدوري الإنجليزي. طبعا يعني هنتوقف كل ما هاجي معاك يا روزان تجيبي لي إصابة. انت بتشجع السيتي والسيتي يمكن خسران لاعبين، اثنين لاعبين مهمين جدا طبعا، يعني هالاند ودلوقتي أكانجي، فأمام مواجهتين كمان صعبين جدا يعني طبعًا. بالنسبه لارسنال طبعا بالظبط وريال مدريد شايف ده ازاي؟ بصي يعني هو السيتي او جوارديولا تحديدا بصراحه من الناس اللي ما بتقفش يعني ما عندهاش. طبعا هالاند نجم كبير، واحد من افضل المهاجمين ان لم يكن افضلهم على مستوى العالم. اكانجي مدافع مهم جدا في تشكيله بيب جوارديولا، لكن في النهايه السيتي وجوارديولا ما بيعتمدش على لاعب. غياب دي بروين قلقني انا شخصيا في بدايه السيزون، ورغم كده اداء السيتي ما تاثرش. عندك لعيبه كتير جدا محوريه تقدري تبني عليهم، واعتقد ان وجود رودري دايما، رودري نص الملعب، فيل فودن، برناردو سيلفا، قادرين دايما ان هم يصنعوا الحلول حتى في غياب مهاجم زي هالاند. فما فيش قلق ان شاء الله لا في مواجهه الارسنال ولا في مواجهه الريال. انت كده كده شايف السيتي بمنحدر. السيتي بمنحدر. طب اكبر مشجعين السيتي شايف ازاي ده يا عبد الرحمن؟ انا اتفق معاه تماما في ان السيتي ما بيعتمدش على لاعب واحد وما عندوش نجم. يعني جوارديولا على فكره في كل فرقه مسكها ما بيعتمدش على سياسه النجم الواحد. صحيح. هو قال حتى في مؤتمر صحفي من المؤتمرات، قال باستثناء ميسي، باستثناء ميسي بس اي لاعب ممكن يقعد احتياطي عادي. وبصراحه هو عنده اقوى سكواد في العالم. يعني السيتي بيجيب احسن لاعب في العالم كل سنه، بيعمل اللي كان بيعمله ريال مدريد من فتره. يعني هالاند اللي عليه ضجه يروح السيتي جايبه، اي حد عليه ضجه السيتي يجيبه. ومثلا دي بروين قعد زي ما قال احمد، اي حد بيلعب سياسة اللعب بتاعت جوارديولا تنجح أي لاعب معاه، لأن هو فعلا ليه بصمة. التيكي تاكا اللي هو عملها ببرشلونة دي كررها في كل حاجة وطورها. صحيح. في الدوري الإنجليزي جدا. على العكس مثلا من الريال، يعني خليني أقول لك لكل مشجعي الريال على فيه مثلا، إنه لو بيلينغهام أو فينيسيوس جونيور أزمة. غابوا عن الفرقة في أزمة ومشكلة طبعا. كبيرة بالزبط. جدا هتأثر طبعا. على مستوى الفريق. فالسيتي غير، السيتي إن شاء الله بإذن الله أتمنى يفوز على أرسنال بس ما أتمناش على ريال مدريد لأني كمان مشجعة لريال مدريد. طيب كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن إمكانية رحيل 6 لاعبين من فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تسعى إدارة الفريق الكتالوني جمع 200 مليون يورو من بيع لاعبيها في الميركاتو الصيفي القادم لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد. وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة بيفكر في بيع جول كوندي وأندرياس كريستنسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال وصول عرض مناسب. وأضافت كمان الصحيفة الكتالونية أن برشلونة هيقوم بالاستغناء عن الثنائي طبعا اللي هيعودوا من فترة الإعارة، لينجلند وغارسيا من أندية أستون فيلا وجيرونا في نفس الوقت. وقالت كمان صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة تطمح في التخلي عن خدمات الدولي البرازيلي رافينيا اللي بيحظى باهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، ومن المتوقع أن تحصل إدارة برشلونة على عرض يقارب 100 مليون يورو للموافقة على رحيل رافينيا. وكمان هتقوم إدارة برشلونة ببيع أنسو فاتي عقب انتهاء فترة إعارته مع فريق برايتون الإنجليزي، حيث أن اللاعب الإسباني لم يستعيد مستواه تحت طبعا قيادة روبرتو دي زيربي بسبب تعرضه للإصابة في الفترة الماضية. طبعا يعني ده خبر مهم جدا لكمان كل اللي بيشجعوا برشلونة. يعني برشلونة طبعا بقالها فترة في أزمة اقتصادية مش عارفة تعمل صفقات، فأنتوا شايفين ده إزاي؟ بيع 6 لاعبين طبعا كبير جدا على برشلونة. هو خوان لابورتا عنده مشكلة كبيرة لأن هو مش قادر يحلها، عنده مشكلة اقتصادية كبيرة فعلا. هو بايع حقوق بس ل 25 سنة قدام وما جابتش نتيجة، حب يوفر ويطلع لعيبه شباب ويستثمر في اللعيبه برضه ما جابتش نتيجه. عمل مشروع تشافي وتشافي ما طلعش زي جوارديولا، هو كان متخيل ان تشافي بطل في قطر برضه ومسك السد، فكان متخيل ان ده جوارديولا جديد. للاسف برضه انا من مشجعين برشلونه، بس خليني اقول لك يا عبد الرحمن، يعني يمكن انا شايفه ان برشلونه كمان في الدوري هو يمكن مركز ثالث او رابع، فعامل برضه يعني مباريات كويسه، جايب كمان من لمسيه يمين يامال وده لاعب مهم جدا برضه. يعني انا عارفه ان هو ما عملش صفقات كبيره، ولكن خليني اقول ان برشلونه برضه في الوضع المالي اللي هم واقعين فيه انا اعتقد عاملين نتائج كويسه. ريال مدريد في الدوري الاسباني بالمناسبه، كل انديه الدوري الاسباني عندها ازمه ماليه باستثناء ريال بالزبط. مدريد بس يعني بالزبط. هو بيريز عنده مشروع ريال مدريد اللي هو بيسعى له وعايز يعمل الدوري الاوروبي عشان يكمل المشروع ده، باستثناء ده
كل انديه الدوري الاسباني. لو بصيت بما انك برشلونه يعني انا فتره من فترات لما جوارديولا كان ماسك برشلونه جيل ذهبي طبعا انيستا وتشافي. ما فيش حد ما كانش بيحب برشلونه. الكوره الكوره في الاخر متعه يعني الالقاب والبطولات مهمه لكن اللي بيحب الكوره كرياضه يعني كفن انا بشوفها فن يعني صح. اكيد بيحب الكوره الممتعه يعني فاهم. فبرشلونه كان فتره من فترات هو افضل او امتع انديه بالزبط. العالم. المدرسه او الطريقه بتاعت برشلونه دايما بتعتمد على المهارات واعظم لعيبه العالم كلهم لعبوا في برشلونه في فتره من الفترات. يعني انا بيتهيألي ان المشكله في برشلونه في السنوات الاخيره مش فكره الامكانيات الماديه بقد ما هي الاختيار اختيارات. يعني هم جابوا نجوم كبار على فكره بس ما نجحوش مع برشلونه. كوتينيو لعب في برشلونه بس ما نجحش. جريزمان لعب في برشلونه بس ما نجحش. ليفاندوفسكي لعب في برشلونه وهو جاي كافضل مهاجم في العالم بس ما نجحش. هي فكره العين اللي بتختار مش البادجت اللي بتجيب النجم. وبيتهيألي دي ده السؤال اللي على اداره برشلونه انها تجاوب عليه. من بعد جوارديولا تقريبا عندهم ازمه المدرب اللي بيلعب بسياسه برشلونه. برشلونه سياستها اللعيبه بتكمل سنين فيها لان هم التيكي تاكا دي معتمدين عليها وما بيغيروش استراتيجيه اللعب بتاعتهم. ودايما المدرب بيبقى من ابناء برشلونه عشان هو لعب بالطريقه دي غالبا. يعني ما اعتقدش حد نجح في برشلونه من براهم. وبما انك انت بتشجع ريال فانت يهمك انه برشلونه يبقى بالظبط. لا ما يهمنيش طبعا. بما انك بقى يا عبد الرحمن بتشجع برشلونه خليني طبعا تشافي ده اخر موسم لي. توقعاتك مين هيمسك برشلونه وايه الافضل بالنسبه لك؟ شايف مين بما انك مشجع طبعا لبرشلونه؟ هم عندهم ازمه في اختيار المدرب. خلينا نتفق ان في ازمه في اختيار مدرب برشلونه. يعني مثلا ريال مدريد عاملين حسابهم على تشافي الونسو من دلوقتي هيمشوا خلاص الموجود انشيلوتي. غلطه عمره لو راح انشيلوتي ولا لا. انا بشوف انه تشافي الونسو الحقيقه واحد من المدربين اللي قادرين يقدموا تجربه شبه تجربه لا وماسك نادي عادي في الدوري الالماني. يعني ليفركوزن مش النادي القوي بس يعني. انه يتنقل من باير ليفركوزن لريال مدريد نقله صعبه جدا. دوري مختلف فبالتالي نقلته اللي جايه انت شايف اسهل تبقى في المانيا. الاصعب البوندس ليج ولا الدوري الاسباني؟ لا دوري الاسباني اصعب طبعا من البوندس ليج. عشان كده بقول انه بس انا شايف المنافسه في البوندس ليج بايرن ميونخ وان مان شو يعني بروسيا دورتموند احيانا. خد بالك عبد الرحمن انه 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 الدوري الالماني او تجربه تشابي الونسو في الدوري الالماني تجربه كانت بدون ضغوط. ما كانش مطلوب منه يحقق ما كانش متوقع منه انه يحقق فبالتالي صح. كان عنده الاريحيه انه يشتغل. القصه في الريال مختلفه تماما. مطلوب منه تقريبا لبن العصفور يعني كل الالقاب فبالتالي هيبقى امتحان صعب جدا. اعتقد انه عليه انه ينقل في نفس الدوري الالماني الفريق كبير وهو كان مرشح لبايرن ميونخ ومرشح لبروسيا دورتموند كمان ومرشح لبروسيا دورتموند. واعتقد انه هو قادم لا محاله. يعني هو اهم حاجه ريال مدريد يبقى التوب على الدوري الاسباني يعني بالنسبه لي. شكرا لك روزان. بشكرك طبعا واتبسطت جدا معاك. العزيزه وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه. كل سنه وانت طيبين. فقراتنا مستمره ويمكن معنا سكايب مهم جدا. ضيف نجم من نجوم المنتخب اليوناني الحائز على بطوله امم اوروبا واحد من اساطير نادي بولتون الانجليزي هيكون ضيف علينا في الاهلي في رمضان لكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل سهرتنا الرمضانيه وهنطير سويا كده بقى في سكايب مهم جدا ونستمتع بيه مع حضراتكم مع جيانا كوبلوس نجم اليونان 2004 ونادي بولتون الانجليزي واحد نجوم منتخب اليونان. في البدايه حابين نتعرف عليه او نعرفه ونعرف رايه في فرصه منتخب اليونان اللي خلاص تقريبا شبه انتهت في يورو 2024. بنرحب بيك معنا. اهلا مساء الخير. شكرا جزيلا لكم على دعوتكم لي. من بالغ سروري ان اتواجد معكم. انا احببت كثيرا مقدمتك والفيديو الذي قدمتموه عني. كانت هذه فترتي مع اولمبياكوس بعض من الاهداف الجيده ومن سواء من اليونان او من دوري ابطال اوروبا. كانت هذه لحظات رائعه لي مع اولمبياكوس. اعتقد انها فتره رائعه مليئه بالبطولات فبالتالي كانت فتره جيده ان تذكروني بها مع رفاقي في اليونان سواء في الدوري المحلي او في دوري الابطال. انت يمكن في يعني خلال مشوارك كنت صاحب اكثر من بصمه سواء مع اولمبياكوس في اليونان او حتى مع بولتون في انجلترا او حتى مع النسخه الذهبيه او الاسطوريه من منتخب اليونان اللي حقق
يمكن كانت مفاجأة في الوقت ده فوزه ببطولة أمم أوروبا في 2004، وكنت مدرب أيضا لمنتخب اليونان، هارد لك طبعا على خروج اليونان من الملحق في تصفيات أمم أوروبا. لكن خليني أسألك، بما أنك كنت صاحب إنجاز كبير لمنتخب اليونان وقود فريق أو المنتخب اليوناني لبطولة 2004، إيه الفرق بين الجيل الحالي وليه ما قدرتش اليونان تبني على نجاح تتويجها ببطولة أمم أوروبا في 2004؟ كما نعرف جميعا كتب التاريخ تحدد من يترك بصمته على هذه الكتب ومن لا يستطيع ان يفعل ذلك. احيانا تستفيد من كرة القدم واحيانا لا تستطيع. انا اؤمن ان أننا كنا جيل موهوب تماما، كان لدينا شخصية قوية، كنا نلعب في أكبر الأندية في أوروبا في هذا الوقت، وفي نفس الوقت كان لدينا لحظات رائعة سواء مع فرقنا أو مع المنتخب، وكان لدينا مدير فني قوي استطاع أن يجمع تشكيلة جيدة للمنتخب. إذا جمعت كل هذه المكونات معا فستحصل على نتيجة أننا كان لدينا خليط مميز من الموهبة والشخصية والمدير الفني الرائع وغرفة داخلية، غرفة خلع ملابس لا يوجد بها أي مشاكل، فاستطعنا الفوز بعام 2004 بأمم أوروبا. الآن لدينا منتخب جيد، لدينا بعض اللاعبين الجيدين جدا، ولكن العملية ككل أن تصنع منتخبا قويا مرة أخرى بشخصية بعقلية بغرفة لاعبين هادئة، أعتقد أن كان لدينا الفرصة لنتأهل، ولكن خرجنا اليوم الليلة بركلات الترجيح أمام جورجيا. كانت مباراة صعبة بالطبع، نبارك لجورجيا على هذا التأهل لأول مرة في تاريخهم. وبالنسبة لنا يجب أن نفتخر بما وصلنا إليه وأن نرفع رؤوسنا عاليا. قد استطعنا أخيرا أن نصنع فريق قادر على المنافسة، فريق جيد قادر على الوصول للبطولات الكبيرة بعد العديد من السنوات من عدم النجاح في ذلك. طيب، أنت تكلمت عن الجيل بتاعكو وتكلمت عن الجيل الحالي وذكرت غرفة الملابس، عايز أعرف رأيك بقى في المدرب الأراجواياني جوس بويت مدرب منتخب اليونان الحالي، وإزاي هو ما نجحش بالوصول بمنتخب اليونان لليورو، وفي نفس الوقت هل هو مش مسيطر على غرفة الملابس أم اللعيبة مختلفة عن الجيل بتاعكو؟ No, I'm saying that. لا، أنا أقول. This dressing room that we have now is. أن غرفة الملابس الآن جيدة، ولكن العملية ككل أن تواصل وأن تتأهل، هذا هو ما وصلنا إليه. قد نجح في ذلك. أعتقد أن السيد بويت قد صنع هذا، وخصوصا in the head coach position. في خلال عامين من دوري، فأعتقد أننا لم نكن محظوظين ليس إلا الليلة. وكان لدينا القدرة بعد ركلة ركنية من تيميكاس ولم يستطع المهاجم أن يحولها. إذا كنا موفقين محظوظين قد كنا نستطيع أن نتأهل لدوري للأمم أوروبا. كرة وحيدة فقط قد استطعت أن تصنع الفارق. لم نكن محظوظون. وقد ذهبنا ركلات الترجيح. أعتقد أننا نحتاج أن نكون محظوظون أحيانا. واليوم لم يبتسم لنا الحظ. وفي المقابل قد ابتسم الحظ لجورجيا. وقد تأهلوا كما قلت من قبل. In a European tournament.
This is football. هذه كرة القدم. يجب علينا أن نواصل. يجب علينا أن نستمر. نحن الآن أقوياء. لا يجب علينا أن نعود ونتذكر تاريخنا وأن ننظم خطواتنا للمستقبل. بمناسبة الكلام على الكرة في اليونان، خليني أقول برضو إنه اليونان بالنسبة لنا كانت بوابة لاحتراف كتير من نجوم الكرة المصرية. يعني يمكن حتى في الفترة اللي أنت كنت بتلعب فيها أو يمكن بعدها بشوية كان في أسماء كبيرة جدا، أصحاب تجارب ناجحة في الدوري اليوناني مع أندية كبيرة زي باوك وزي أولمبياكوس، زي مجدي طلبة، زي حسام حسن وإبراهيم حسن. ذكرياتك معاهم لو كنت لعبت ضدهم، وانطباعاتك عن التجربة للاعبين المصريين، ويمكن حتى في دلوقتي بلال مظهر أعتقد برضو نجم مصري صاعد بيلعب في الدوري اليوناني، انطباعاتك عن تجارب اللاعبين المصريين ومين منهم لفت نظر أو ساب انطباع كويس عندكم في اليونان؟ Yes, I remember I was حينما كنت صغيرا كنت ناشئا بالطبع. قد لعب اللاعبون المصريين في أندية كبيرة كمجدي طلبة وحسام حسن وتوأمه بالفعل في باوك سالونيك في اليونان. بالطبع تركوا بصماتهم وتركوا إرث كبير في اليونان في مع باوك تحديدا. بالطبع كانوا موهوبون جدا. أنا أؤمن في العموم أن اللاعب المصري موهوب بالفطرة، لديه هذا الشغف، هذا هو لاعب حماسي جدا، لاعب متحمس جدا. هذه هي الروح التي نتحلى بها في اليونان. نحن لدينا لاعبون متحمسون جدا. أعتقد أن هذا يوجد في DNA الخاص باللاعب وللشعبين كذلك، سواء في الشعب المصري أو الشعب اليوناني. طيب بعيدا عن تجربة مجدي طلبة وعن تجربة حسام حسن، خلينا أسألك عن بلال مظهر. لو كنت تابعته في الفترة الحالية، هو مهاجم مصري صاعد وأعتقد أنه نجح في تحقيق رقم كويس جدا في المشاركة مع فريقه في كونه هداف بطولة دوري أبطال الشباب. رأيك في تجربة بلال مظهر؟ بتشوف إيه أهم مميزاته؟ رهانك على مستقبله؟ هل ممكن يستمر في اليونان ولا ممكن يروح لأندية أكبر؟ Of course. بالطبع. Of course it's a big achievement for him. بالطبع هو إنجاز كبير لبلال في على هذا المستوى، أن يلعب في هذا المستوى في دوري أبطال أوروبا للشباب ويكون الهداف. هو لاعب موهوب. After that we all know that بعد ذلك كلنا نعرف إذا خط مثل هذه البطولات يوجد العديد من الكشافين من أكبر الأندية في أوروبا تتابع وتشاهد هذه المباريات، وبجانب أيضا منتخب المرحلة السنية الخاصة به سواء تحت 20 أو تحت 17 عاما. هؤلاء اللاعبين لديهم فرصة كبيرة ليوقعوا ليثبتوا مهاراتهم كما هو يفعل الآن في هذه اللحظة. هو يؤدي بشكل رائع، قريبا سيكون في مع الفريق الأول. أتوقع أن أكبر الأندية ستفتح في المستقبل. طيب أنت من الناس اللي لعبت في الدوري الإنجليزي مع فريق هال سيتي كمان، الفرق بين اللعب في الدوري الإنجليزي وفي الدوري اليوناني إيه؟ خصوصا أن في لعيبة يونانيين كتير كانوا موجودين في الدوري الإنجليزي في الجيل بتاعك يعني. It's a very big difference. فالفرق كبير جدا. It's very very competitive. The Premier League. دوري الإنجليزي دوري تنافسي على أعلى مستوى، دوري قوي، دوري سريع. نمط اللعب لا يصدق. You have to be. يجب عليك أن تكون. Of course, skillful and talented. But تكون لاعب موهوب ومهاري، وفي نفس الوقت يجب أن تكون قويا جسديا وذهنيا. يجب أن تتحلى بالقوة الدفاعية المطلوبة، لأن في البريمير ليج يختلف عن كل الدوريات في العموم وليس الدوري اليوناني فقط. هو أصعب دوري في العالم من وجهة نظري، هو أكثر دوري لديه شخصية ولديه رونق. أنا أؤمن إذا كان اللاعب
قويا ويستطيع أن يصنع الفارق في دوري كدوري الإنجليزي. أعتقد أنه سيترك أثره وبصمته في كتب التاريخ للدوري الإنجليزي كلاعب أجنبي, سواء كان لاعب أجنبي أو حتى كان لاعب إنجليزي. كان لدي الفرصة كما قلت أن ألعب لمدة خمسة مواسم مع بولتون ونصف موسم فقط مع هال سيتي. أنا فخور جدا بما حققته مع بولتون, ما تركته من أثر كاسم وكعلامة مع فريقي على مستوى اللعب, على مستوى الأداء مع زملائي. كان لدي العديد من الإنجازات ليس فقط لي ولكن للكرة اليونانية عموما. عموما بما أنك طبعا كنت من نجوم الدوري الإنجليزي وكنت هداف فريق بولتون في بطولة البريمير ليج, خليني أسألك عن رأيك في المنافسة السنة دي ومين الأقرب لتحقيق اللقب على مستوى الدوري الإنجليزي وعلى مستوى كمان بطولة دوري أبطال أوروبا. هو إنجاز لم يكن من السهل أن يتحقق. يجب عليك أن تتمرن 24 ساعة في الأسبوع, يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك, يجب أن تكون مستعدا لكل مباراة سواء في دوري الأبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي. بالطبع حينما تلعب في مستويات أعلى, تلعب في أندية أكبر من بولتون, بالطبع ستؤدي بشكل أكبر وتظهر بشكل أكبر سواء في الدوري أو في دوري الأبطال أوروبا. ليس الأمر سهلا أن يكون لديك الاستمرارية على هذا المنوال, أن تكون في جدول هدافي الدوري وتحرز كل مباراة. هذا هو الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم. هذا هو الفارق من وجهة نظري. مين الأقرب لتحقيق لقب البريمير ليج السنة دي الموسم ده؟ بسأل مين من وجهة نظرك في ظل المنافسة الكبيرة بين الليفر وبين السيتي وما بين كمان الأرسنال طبعا, أعتقد أن المنافسة صعبة جدا, توقعاتك لمين الأقرب لتحقيق لقب البريمير ليج؟ سؤال صعب جدا. With my kids because they both play football, Dimitris and Philippos. بالطبع أبناء الآن يلعبون في الدوري في الأندية الإنجليزية. كنا نشاهد المباراة ليفربول ومانشستر سيتي, وقد قلت أن هذا الموسم هو أفضل, ربما يكون الأفضل على الإطلاق من جهة المنافسة على مر التاريخ بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال. الكل يسير نحو اللقب فقط نقطة واحدة قبل أسابيع قليلة, ربما اقتربنا على النهاية, ربما سنصل للأسبوع الأخير. كل الأندية الثلاثة جيدة جدا, لديها لاعبون مؤهلون, لاعبون دوليون ومؤهلون للفوز بالدوري. المديرون الفنيون كذلك لديهم الشخصية, غوارديولا, كلوب, يورجن كلوب وميكيل أرتيتا, بالطبع مديرين فنيين رائعين ويسيرون بشكل ثابت مع أنديتهم. ربما الأمر سيصل للنهاية للصافرة النهائية لآخر مباراة في الدوري, من يعرف. جانكوبولوس نجم طبعا بولتون ونجم منتخب اليوناني والفائز ببطولة دوري الأبطال, تشرفنا بوجودك معنا, سعدنا جدا بمشاركتك معنا في الأهلي في رمضان. بشكرك مرة تانية وكل التوفيق للكرة اليونانية, وبشكرك ونروح لفاصل مرة تانية ونرجع نستقبل أنا وعبد الرحمن ضيوفنا النهاردة. يمكن مباراة مصر على وشك الانتهاء, عندنا كلام كتير طبعا عن تجربة حسام حسن أو ظهور المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن لأول مرة, مكاسب الحقها من المشاركة بصرف النظر عن النتائج, والأهم طبعا كلامنا عن لقاء الأهلي وسيمبا إن شاء الله, المباراة المنتظرة يوم الجمعة اللي جاي. كل ده في الأهلي في رمضان لكن بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بقى, ويمكن الانفوجراف اللي فات ده أرقام خيالية لمرتبات اللاعبين في أوروبا, لكن تعالوا نستقبل بقى ضيوفنا
الجمال جدا اللي بيضيفوا كتير في التحليل لينا هنا الاستاذ احمد مصطفى والاستاذ بلال محسن. حبيبي طبعا يا عبد الرحمن اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين واهلا طبعا بيك يا احمد كنا مفتقدينك طبعا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على كل الساده المشاهدين يا رب، وعلى النادي الاهلي بقى ان شاء الله في مباراه سيمبا كده تبقى سهره رمضانيه جميله ان شاء الله. انت دخلت في مباراه سيمبا؟ دخل على طول. مساء الخير يا ابو حميد. مساء النور يا احمد، وحشتني جدا ومبسوط جدا ان انا معاكم عبد الرحمن، وان شاء الله نقدم حلقه مميزه كده لكل مشاهدي قناه الاهلي. يعني طيب. يعني احنا طبعا كنا مجهزين الحلقه النهارده تزامنا مع مباراه منتخب مصر، اللي يمكن يعني طبعا خلينا نتفق على حاجه بس مبدئيا، يعني النتيجه طبيعيه جدا ومنطقيه جدا، احنا بنلعب كرواتيا، صحيح كان نفسنا ان المنتخب يفوز، قلت انه المكسب في حد ذاته مهم جدا وهدي دفعه كبيره جدا في بدايات حسام حسن، لكن خلينا نتفق برضو انه النتيجه طبيعيه ومنطقيه، لانه انا عارف انه في ناس كتير هتبقى زعلانه، عارف انه الخساره الى حد ما تقيله شويه، لكن يعني في النهايه اعتقد انه احتكاك قوي جدا وده مطلوب. انا بتمنى جدا انه دايما احتكاكات المنتخبات كلها تبقى مع فرق ومدارس مختلفه، نلعب مع امريكا اللاتينيه، نلعب مع اوروبا، نلعب مع اسيا، مع فرق ومنتخبات قويه وليها اسم، ونخسر افضل ما نلعب مع منتخبات نص نص يعني زي ما بيقولوا، ونكسب ونبقى مطمنين، لكن نروح في الماتشات الكبيره والبطولات الكبيره ما نعملش حاجه. فهارد لك لحسام في بدايه مشواره، واعتقد انه التجربه في قبل ما ادخل في الاهلي وسيمبا، عارف طبعا ان احنا مجهزين الاهلي وسيمبا، بس عايز تقييم كده لاهم مكاسب البدايات بالنسبه لحسام مع منتخب مصر. يعني يمكن يا احمد طبعا معسكر منتخب مصر استمر من تقريبا من 1 رمضان يا عبد الرحمن المعسكر انطلق، كابتن حسام حسن واضح ان هو بيعتمد على مدرسه المعسكرات الطويله، حب ان هو يجمع اللاعبين المحليين قبل ما يصل اللاعبين حتى المحترفين، واشتغل معاهم على حته ان هو عايز يرجع تاني هيبه منتخب مصر عند اللاعبين، يعني عايز اللاعب اللي رايح منتخب مصر ده يبقى قبل اعلان القائمه مستني اسمه في القائمه ولا لا، قال حتى مع في حديثه مع اللاعبين ان خلاص ما بقاش في مكان محجوز لحد، مش علشان انت محترف فمعنى كده ان انت بتبقى ضامن انك جاي المنتخب، لا الاكفأ هيلعب. وبان في اختيارات كابتن حسام لقائمه المنتخب الاخيره حتى في مشاركاته، احنا شفنا احمد حجازي اللي كان احد العناصر الاساسيه واحد قاده منتخب مصر بيظل على دكه البدلاء في المباراتين الوديتين امام نيوزيلندا والنهارده امام كرواتيا، حمدي فتحي شارك بديل لامام عاشور ما شاركش النهارده، يعني شايفين الثلاثي مثلا كمحترف في ارسنال كان بيجي في كل المعسكرات بالظبط. يعني هو كابتن حسام واضح ان هو عايز يحط فكر جديد ان الكفاءه في الاختيار هتبقى لعامل الملعب والمشاركه والفورمة. بالظبط يعني جاهز وبتهدي بقى ان كان اسمك وايا كان النادي اللي بتلعب فيه بالظبط. واحنا شفنا حتى يعني يمكن كابتن حسام كسب الرهان، انت سالتني يا احمد عن المكاسب، كابتن حسام كسب الرهان مثلا في رهانه على مروان عطيه فاز بجائزه رجل المباراه، لو ما كانش حسام حسن موجود كان كنا هنشوف محمد النني مع كامل احترامنا لقيمه النني الكبيره طبعا، ولكن كنا هنشوف المكان ده محجوز باسم اللاعبين المحترفين. كابتن حسام بيدي فرصه النهارده لمروان عطيه بيعمل اداء كبير قوي سواء النهارده او المباراه الماضيه، فنتمنى رامي ربيعه احد الوجوه اللي اعادها مره ثانيه كابتن حسام للمشاركات الدوليه ومنتخب مصر احد النجوم. يعني كان نجم في المباراه الماضيه والنهارده بيشارك بس هو رامي بقى له فتره مش كويس بالظبط. رامي لولا الاصابات على فكره من اللعيبه اللي ادائها ثابت جدا، هو لعيب دولي طول عمره لعيب عنده خبرات شخصيه الاهلي برده طبعا. طب احمد اسمع رايك في التجربتين عموما، ايه اللي طلع بيهم المنتخب واللي يقدر يبني عليه كابتن حسام، وايه الحاجات اللي انت شايف انه يعني قبل ما نروح لشهر 6 ومباريات رسميه وتصفيات كاس عالم على كابتن حسام انه يلاقي حلول ليها او يعالجها؟ بص احمد خلينا نتفق ان التجربه طبعا تجربه مفيده جدا، لان كابتن حسام حسن خاض الدوره ديت الدوليه وهو عارف ان هو لسه ما حطش ايديه على القوام الاساسي، يعني كبدايه طبعا شايف ان البدايه في مباراه نيوزيلندا قدم مباراه كويسه ومتوسطه المستوى، النهارده بيلعب قدام ثالث العالم منتخب كرواتيا، منتخب قوي جدا، منتخب اقوى خط وسط يعتبر في العالم بيتميز بعد طبعا بعد السيتي او يعني. بعد السيتي بعد فطبعا المنتخب الكرواتي ده رودري لوحده بخط نص والله انا بحبه جدا رودري ده، فبشوف ان المنتخب المصري لا في طبعا نتائج ايجابيه جدا، وكابتن حسام حسن اعتمد في بالاخص في البطوله الوديه دي على التجانس في لعيبه النادي الاهلي، وده كان واضح جدا في اختياراته وكمان في التشكيل الاساسي اللي دايما كان بيبدا بيه، كان بيبقى فيه دايما قوام 6 أو 7 لاعبين من لعيبه النادي الاهلي في الملعب النهارده تقريبا بالظبط، النهارده كان 5 لاعبين، المباراه اللي فاتت كان 6 لولا اصابه امام عاشور، واصابه امام عاشور مهمه جدا يعني غيابه مؤثر جدا أنا كنت جدا خايف جدا النهارده على مروان عطيه مثلا طبعا مشكله في نص الملعب يعني مشكله، لان في لعيبه كده في منتخب مصر او في مصر عامه ملهاش بديل،
في التوب فورم زي مروان عطيه وزي امام عاشور وزي عبد المنعم، لعيبه مميزه جدا البدائل بتاعتها مش موجوده حاليا جاهزه في الدوري المصري. عندنا مشاكل او بعض الازمات في بعض المراكز في الدوري، واعتمد على خبرات وتالق المحترفين في الخط الهجومي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، وده باين جدا في التشكيل الاساسي اللي كان بيبدا بيه. مصطفى فرقت معانا قوي طبعا، فرقت جدا. لو كانت اثنين كان ممكن تقلب سيناريو وزاد المنتخبات الكبيره دي يعني لما تضيع قدامها طبعا بتستقبل فهو صعب جدا تحكم على التجربه بدري على كابتن حسام حسن، هو لسه بيشوف، لسه بدري قوي طبعا، لسه بدري جدا. لكن في ايجابيات، النهارده المنتخب المصري بيلعب بطريقه مختلفه عن مباراه نيوزيلندا، بيلعب النهارده على التحولات، بيلعب قدام منتخب قوي، فهو مديله طبعا حجمه كويس جدا. لكن كمجمل لا، المنتخب المصري طلع بايجابيات النهارده، احرز هدفين يعني بشوف ان رامي ربيعه وعبد المنعم وهدفين من كرات ثابته، فدي طبعا في ايجابيات. لكن مع بقيه المباريات وقبل استضافه كاس العالم اعتقد هيبدا برده في لعبه تدخل ده بنسبه كبيره. انا بشوف يعني وجهه نظر ان حجازي من اللعيبه الكبار حتى لو ما كانش بيقدم افضل مستوياته في كاس الامم الافريقيه، لكن يظل لعيب كبير. والنني بالرغم من ممكن غيابه، لكن فكره المبدا ان انت تحط ان اللاعب الجاهز واللاعب اللي بيشارك ده حاجه كويسه جدا، بتدي حافز ودفع للاعبين كتيره جدا في الدوري، ان هي لما تتالق هتخلق لك لعيبه كتيره جدا ممكن تظهر لك وتبدا تنور معاك في الدوري في منتخب مصر. خليني اخد من كلامك نقطه، لان احنا كنا بنتناقش انا واحمد قبل ما انتوا تخشوا معانا في اول الحلقه، التارجت بتاع كابتن حسام حسن. انا قلت ان ممكن يكون ان انت تنزل بمتوسط اعمار لعيبه المنتخب وتخلق جيل جديد، ده تارجت كيروش مثلا عمل كده، عمل عمر كمال، عمل عبد المنعم، عمل اكتر من حد ظهروا مع كيروش وعمل فعلا مجموعه جديده. كابتن حسام بقى عنده ميزه ان هو درب معظم اللعيبه دي في انديه مختلفه، يعني عارف اللعيبه وعارف شخصيه اللعيب المصري، فموفر كتير جدا من الوقت الاجنبي اللي بيقعد يقول لك نفهم اللعيب والكلام ده كله. انا عايز اعرف كل واحد فيكم يقول لي رايه، يعني ببدا ببلال. لو كابتن حسام حسن نزل بمتوسط اعمار والنواقص اللي عندنا في المنتخب، يعني احنا مثلا مركز المهاجم اسمين ثلاثه مش هتعد اكتر من كده. احمد قال ان احنا عندنا في المنتخب الاولمبي مثلا بلال مظهر، وعندنا لعيبه في الانديه اللي مش كبيره قوي اللي مش جماهيريه، يعني حسام اشرف مثلا بالظبط، في كذا لعيب اوفا او طبعا يعني. انت شايف بقى تارجت كابتن حسام حسن، وكابتن حسام حسن عارف خبايا الدوري المصري، ممكن يكون ايه الفتره اللي جايه؟ انت كاس العالم عيب قوي ما يبقى التارجت بتاعك ان انت في 9 منتخبات تتاهل كاس عالم، دي عيب جدا. فالتارجت بتاعك ان انت يبقى مش تمثيل مشرف، لا انت رايح تعمل اداء كويس وتوري هيبه منتخب مصر للعالم. وفي نفس الوقت شايف ايه تاني اللي ممكن يعملوا كابتن حسام في تشكيل منتخب مصر، في سياسة واستراتيجية منتخب مصر؟ يعني يمكن عبد الرحمن انا هاخد من كلامك عن كابتن حسام، عنده تحدي صعب جدا الفترة الجاية، وهو ان ده المعسكر الاخير قبل مواجهتي بوركينا وغينيا، والمباراتين دول مهمين جدا، تحديدا مباراة بوركينا هتبقى مباراة في غاية الصعوبة على منتخب مصر، لان احنا عارفين منتخب مصر عنده 6 نقاط، بوركينا عنده 4 نقاط، والمباراة بتقام على ملعبه. فبوركينا لو انت لا قدر الله خسرت مباراة بوركينا هتدخل بوركينا مرة تانية في الحسابات، وهتتأخر حتى في ترتيب المجموعة. فكابتن حسام حسن ما بين نارين، هل يعمل شكل جديد ويدخل بعض العناصر اللي لسه ما عندهاش الخبرات الدولية؟ أنا مش شايف كابتن حسام راح للحتة دي قوي، بدليل أنه هو مثلا ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا اللي عامل مستوى وأداء مميز كبير جدا، ومع ذلك اختار أنه هو يشرك على حسابه محمد حمدي اللي هيغيب عن مباراة بوركينا. خلي بالك حتة الناحية الشمال دي بقالها فترة، بعد مثلا هقول لك باك شمال الزمالك عبد الشافي، من بعد عبد الشافي يعني انت عندك مشكله، بعديه عبد الشافي عندك مشكله في الحارس. فتوح عمل بطوله كاس العالم، فتوح يعني طبعا فتوح ظهر مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيا وبعد كده اختفى، وكواليتي هايل فنيا، بس عنده مشكله دفاعيه برضه. لا انا كنت بشوف ان احمد فتوح لو انت مش هتشرك محمد شكري، هو لما كابتن حسام ضم محمد شكري الكل اعتقد ان هو هيدي له فرصه في المعسكر حتى مباراه من المباراتين، ولكن توجه كابتن حسام ان انت تشرك محمد حمدي في المباراتين، لا انا كنت اخد احمد فتوح لاعب عنده خبرات دوليه واشركه في المباراتين دول واستفاد منه، لان محمد حمدي مش هيشارك في مباراه بوركينا. خد بالك من نقطه مهمه جدا، يعني خلينا نتفق على حاجه مبدئيه، لو حتى من وجهه نظر الجمهور مش من وجهه نظر خبراء ومحللين او حتى مديرين فنيين، فكره التاهل لكاس العالم دي بالنسبه للناس مش محل نقاش. مزبوط. انا اللي بساله النهارده مضمونه بس مش تارجت، يعني بص لا بس مش تارجت ان انت طبيعي تصعد. لو انت بتكلمني في المجموعه بتاعه منتخب مصر انه منتخب مصر احتمال ما يتاهلش كاس العالم، لا ومتصدر المجموعه كمان، نجيب ظروفها ونقفلها بدري كده ونشوف وما نتكلمش ما نتعبش نفسنا في حاجه، خلينا مركزين في دوري ابطال افريقيا، في الدوري المحلي، مزبوط. في كاس السوبر المصري وخلاص وخلص. لكن فكره انك انت، انا بشوف ان التحديين الحقيقيين لحسام حسن واللي على اساسهم الناس بجد هتقيمه، هو انت رايح تعمل ايه في افريقيا في المغرب، ورايح تعمل ايه في كاس العالم.
هو ده هتروح كاس العالم، هو ده السؤال، رايح تعمل ايه في كاس العالم؟ وبالتالي اللي بيشغل تفكير كابتن حسام النهارده انه يبص على العناصر اللي ممكن يعتمد عليها في كاس العالم، ولا العناصر اللي ممكن تعدي له هدف كل مرحله بمرحله، لانه بالتاكيد الاسماء اللي احنا شفناها النهارده او تشكيله منتخب مصر اللي موجوده النهارده في اسماء كتيره جدا ممكن تبقى بره تشكيله كاس العالم. هل ببني منتخب جديد وراهن عليه واحضره لكاس العالم يروح يعمل حاجه، ولا امشي مرحله بمرحله ماتش ماتش، ادي بوركينا فاسو وغينيا زي ما انت بتقول، فالعب باللعيبه الجاهزه واطلع اللعيبه، في لعيبه كتيره جدا على فكره ممكن تبقى جاهزه في كاس العالم ما تاخدش فرصها مع منتخب مصر دلوقتي. ما بص يا احمد، انا احنا اتكلمنا لو تفتكر قبل شهر رمضان اتكلمنا في ان عبد الرحمن في بطوله كاس امم افريقيا كان اصغر لاعب في سكواد منتخب مصر كان هو احمد نبيل كوكا، وده حاجه صعبه جدا ان انت في ظل التوجه العالمي وفي الدوريات الكبيره وبنشوف الفرق العالميه بيلعب لاعب عنده 16 سنه و17 سنه، يبقى عندك انت في منتخب مصر اصغر لاعب حتى عنده معدي او تجاوز ال 20 سنه. دي حاجه تحسب لكابتن حسام ان هو اصر على ضم، وتحسب لروي فيتوريا قبل كابتن حسام ان هو خد او ضم احمد نبيل كوكا علشان يكون عنده تمثيل دولي وهو لسه لعيب صغير. ولكن مين تاني غير كوكا؟ يعني احنا عندنا منتخب اولمبي هيشارك في الاولمبياد، هل اللعيبه اللي هتتالق في الاولمبياد هنشوفهم بعد كده قادرين ان هم يزحموا اللعيبه في تشكيل المنتخب الاول، ولا هتبقى مشاركه في الاولمبياد وتنتهي بعد كده زي ما حصلت في مع كل المنتخبات اللي شاركت في الاولمبياد؟ فانا اعتقد ان احنا عشان ما ننتهش بعيد عن النقطه اللي اتكلمنا فيها، اعتقد ان كابتن حسام هيقسمها مراحل. اعتقد ان الاولويه الكبيره بالنسبه لكابتن حسام هو مباراه تصفيات كاس العالم، بوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه، هيضم المعسكر اللي جاي اللعيبه اللي تقدر تعدي المرحله دي، ويقدر بعد كده في التجمعات او في الفيفا ديت الوديه ان هو يقدر بقى يجرب، لكن في تصفيات كاس عالم انا ما اعتقدش ان هو يقدر يجرب. احمد، في مراكز عنده فيها مشاكل؟ يعني هل تقدر تقول النهارده اي مدير فني، مش بتكلم بس على حسام حسن بصرف النظر عن الشخصيه، انا عارف ان حسام في تركيبته وفي اختياراته بيراهن على اللعيبه الرجال، بيراهن على اللعيبه اللي عندها الروح اللي ممكن تعوض. اكرم توفيق النهارده لفت نظري للنقطه دي جدا طبعا، اللي اتكلم فيها انا واختياره من الاول اصلا. حسام بيلعب على حته الروح، على حته اللعيب اللي جاي مقدر قيمه تيشرت المنتخب. هل شايف انه التركيبه دي تخلي حسام يواجه مشاكل في مراكز معينه؟ هل في مراكز معينه ممكن يبقى انه حتى لو عندك لعيب على مستوى عالي جدا من الكفاءه ممكن ما يبقاش الاسم او الاسمين اللي ورا منه على نفس المستوى؟ في مراكز ثانيه فيها وفره كتير، يعني قلب الدفاع عندك اربع او خمس اسماء ممكن دايما تراهن عليهم. هل في مراكز فيها مشاكل بالنسبه لحسام؟ طبعا في مشاكل واضحه جدا، بالخاص طبعا مركز الباك ليفت، طبعا واضح جدا ان في ازمه كبيره جدا من وقت كاس الامم كمان، ان في غياب فتوح في كاس الامم لما لعب حتى في شوط اول كان مصاب، محمد حمدي ما كانش البديل المميز. محمد حمدي بيأدي كويس لكن هو مش البديل اللي كان بيديك نفس اداء فتوح في كاس الامم الافريقيه اللي تالق فيها. فانت عندك ازمه، لان انت عندك مشكله في الباكين. انا وجهه نظري شايف ان الباكين عندنا مشكله فيهم، ان انت الباكين ما بيكملوش، ودي حاجه مهمه جدا. ما ينفعش يبقى باك ليفت او باك رايت منتخب مصر ما يوصلش للنهايه خالص، فانت حاسس ان انت عندك باكين مش بيكملوا، فدي ازمه كبيره جدا. طبعا خط الوسط بعد اصابه امام عاشور هيبقى ازمه كبيره جدا. كابتن حسام حسن من بدايه اختياراته للقائمه بيرانا على حاجه مهمه جدا، على شخصيه اللاعبين. في اختياره كان واخد تقريبا 10 لاعبين من النادي الاهلي ومع المحترفين. ناس كتير اتكلمت ليه اختار 10 من الاهلي، وكان فيها كلام كتير جدا، هو ده الطبيعي لان النادي الاهلي هو اكتر نادي بيبقى اللعيبه بتستحمل الضغوطات، وهو معتقد طبعا. فانت لعيبه النادي الاهلي كلها بطولات كتيره جدا، كاس عالم الانديه دايما موجودين في احتكاكات كبيره وضغوطات كبيره جدا، جماهير كتير بالظبط، فهو عارف قيمه شخصيه لاعب النادي الاهلي، فهو بيختار نوعيه معينه. مع طبعا النوعيه اللي انت قلت عليها يا احمد، نوعيه اللعيبه الرجاله واللعيبه اللي بتلعب بروح قويه جدا زي اكرم وغيره من اللاعبين، هو بيحب دايما اللعيبه اللي تبقى دايما بتلعب بشراسه كبيره. فهو عنده بعض القناعات، لكن في حاجه مهمه جدا هيصطدم بيها مع الواقع. ايه هي؟ لما يبدا يدخل في مباريات اكتر يعني ويبدا احتكاك اكتر، هيكتشف ان في لعيبه لا تستحق انضمام لمنتخب مصر، لعيبه ممكن تبقى متالقه في الدوري لكن لعيبه مش دوليه. في لعيبه جدا ممكن تظهر مع انديتها تبقى كويسه جدا، وهو هيعمل كده وهيختار اللعيبه دي، لكن لما يجي تبدا تاخد الفرصه مش هتثبت كفائتها خالص في الملعب. وده هيبدا هو يشوفه في المباريات، مش هتظهر طبعا غير بمباريات طبعا قويه. وعشان كده مباراه منتخب كرواتيا انا شايف ان هي احتكاك قوي جدا، لان انت من الافضل تلعب مع منتخب قوي اكتر ما احسن بكتير لما تلعب مع ست سبع مباريات مع منتخبات طبعا ضعيفه، علشان يظهر عيوبك بالظبط. ان حتى فيتوريا قعد يحقق تقريبا 10 انتصارات في البدايه
وكان ساعتها الناس كلها كان منتخبات بعيده جدا، ولما جه احتك بمنتخب تونس كسبك في ملعبك هنا بنتيجه 2-1. فهي دي الاحتكاكات القويه، تبدا تبني من عليها وتبدا تشوف بقى القوام الاساسي بتاعك وتحط على اللعيبه المعينه اللي تبدا تقول لا اللعيب ده دولي، اللعيب ده يقدر يستحمل الضغوطات، اللعيب ده عنده شخصيه. الحاجات دي مهمه جدا، المواهب واللعيبه كتير، لكن اللعيب اللي يستحمل الضغط واللعيب اللي عنده شخصيه واللعيب اللي يقدر يمثل منتخب مصر قليل. فده حاجات مهمه جدا. المحترفين متالقين جدا جدا، وعشان كده بقول ان حجازي ليه دور كبير، لاعب عنده شخصيه ولاعب كبير، حتى لو في احيانا بعض الاهتزاز في المستوى، لكن يظل حجازي واحد من اللعيبه اللي بيحبها كابتن حسام كمان طبعا، فايتر ومبيخافش لا وبيلعب، وحجازي قائد في اتحاد جده، فهو محتاج اللعيبه دي. هو وكمان اتحاد جده دي نقطه مهمه جدا دلوقتي، الاحتكاك في الدوري السعودي كانك في الدوريات الاوروبيه طبعا، فكانك بتلعب في دوري ابطال اوروبا مثلا، شايف كلها لعيبه كلها نجوم كلها موجوده يعني حواليك، يعني بنزيما هو اصلا يعني بالظبط ولاعيبه الاهلي كسبت بنزيما طبعا. لا ده تعلقت ما كسبتش بس، تعلقت خساره الدنيا طبعا. هو مصطفى عايز يقول الدوري غير الدوله يا كابتن. نتمنى التوفيق لكابتن حسام، هارد لك. خساره النهارده خساره طبيعيه ومنطقيه جدا في ظل طبعا مستوى كرواتيا، خلينا نتفق منتخب فيه كوكبه من النجوم، طبيعي جدا انه يكسب منتخب مصر. لكن انا بقول ان المستوى اللي ظهر بيه او الشخصيه مع كابتن حسام مبشره جدا، ان شاء الله بخير، ونتمنى التوفيق في اللي جاي من مباريات. نروح لمواجهه الاهلي وسيمبا، عوده الاهلي من جديد، خصوصا انها في ظل الظروف طبعا، يعني ضيق الوقت ده يمكن عنصر مهم جدا. سيمبا اللي تعودنا دايما انه على ملعبه من الفرق اللي بتتعبك، صحيح المباراه المره دي هتقام ليلا، يعني المباراه دي نقطة مهمة أوي طبعا تفرق معانا بشكل كبير جدا، لكن اتعودنا دايما انه سيمبا في السنوات الاخيره من الفرق المزعجه طبعًا. المزعجه للنادي الاهلي، شايفين الظروف ما قبل المباراه وتاثيرها على المواجهه المنتظره يوم الجمعه. ابدا ببلاي، يعني يمكن يا احمد سيمبا التنزاني عمل يعني او خد قرار جريء وقرار يحسب لاداره النادي باستخدام عبد الحق بن شيخه، مدير فني متمرس واخد الكونفدراليه السنه اللي فاتت على طول، واخد الكونفدراليه، واخد اخر نسختين لكاس السوبر الافريقي بالمناسبه، يعني هو كسب النادي الاهلي مع اتحاد العاصمه كمان. وكسب السوبر الافريقي ايضا مع نهضه بركان 2023، فاز بالدوري الجزائري قبل كده وفاز بالدوري التونسي وعنده لقب كاس مغربي. النقطه الاهم ان اقناع عبد الحق بن شيخه ان هو يتمرن في تنزانيا بالظبط، نقطه مهمه جدا، ده عندهم ماركتير شاطر قوي. يعني هو واضح ان هم اجتمع مع الاداره ويعني اطلع على مشروع سيمبا، واحنا اتكلمنا يا احمد لو تفتكر لما استعرضنا في مباريات السوبر ليج واتكلمنا عن سيمبا التنزاني، لا هي واضح انهم عندهم مشروع عايزين يبقوا على خطى مثلا سان داونز في قاره افريقيا، ان هو يطلع ناس كتير في خلال بتقول سان داونز بالظبط، يعني احنا بنشوف ان هو نسخه مصغره من سان داونز، عايز يبقى على الطريق دوت، ان هو حتى في ماتشنا هناك في الدوري السوبر ده، في دوري السوبر تنزانيا بقت مختلفه كملاعب وكشوف وكل حاجه وكجمهور كمان مختلفه تماما. احنا شفنا كمان الدوله الوحيده اللي عندها فرقتين في دور الثمانيه، الدوري بالظبط، يانج افريكانز وسيمبا، والفرقتين كويسين، يعني الاثنين عاملين نتائج كويسه جدا في دوري الابطال، واحد كان معانا في المجموعه، وده على فكره هيفيد النادي الاهلي، يعني وجود يانج افريكانز في المواجهتين اللي احنا السيزون ده واجهنا يانج افريكانز مرتين وواجهنا سيمبا مرتين، يعني يمكن اتعادلنا كمان بالمناسبه في المباراتين اللي في تنزانيا، اتعادلنا مع يانج 2-2 وتعادلنا مع 2-2 مع سيمبا 2-2 مع سيمبا، واحنا اللي كنا متقدمين وتعادلنا كمان مع يانج في تنزانيا، يعني بس سيمبا تعادل معانا هنا على ارضنا يعني وتعادلنا وصعدنا على حساب سيمبا، ولكن سيمبا التنزاني تعبنا جدا. خلينا نقول ان هو بيجيد لعب الكره الحديثه، بيلعب كره من تحت، بيقدر يعمل عمليه الخروج بالكوره بطريقه مميزه، زي ما شفنا يانج افريكانز هنا في مباراه القاهره، قدر برضو يتعب النادي الاهلي، لان الفرق اللي دايما بتلعب كوره وبتعمل البيلد اب من تحت دايما بتتعب الفرق اللي قدامها، بيبقى صحيح ممكن تضربها بسهوله، ولكن كمان علشان ما تستقبلش هدف قدام الفرق دي لازم تكون حذر جدا من او عندك تفضل في تركيزك طوال ال 90 دقيقه، واحنا شفناهم في مباراتنا معاهم في السوبر ليج قدروا ان هم يخطفوا مننا التعادل بعد ما كنا متقدمين، كمان يانج افريكانز نفس الكلام. ف مطلوب من النادي الاهلي ان هو يبقى عنده تركيز كبير جدا طوال المباراه، يقدر يخرج باحسن نتيجه، لو ما كانش الفوز يبقى ما يخسرش في مباراه الذهاب، ويقدر يحقق فوز مطمئن في مباراه الاياب ان شاء الله. هاخد من كلامك بقى واروح لاحمد، احنا عندنا نقطه مهمه جدا، اعتماد مارسيل كولر على التدوير. احنا في 7 لعيبه دلوقتي لعبوا ماتش النهارده مع منتخب مصر. سياسه مارسيل كولر اللي هو كان الاول الناس بتعترض عليها، انت بتغير في التشكيل الاساسي كتير، التشكيل مش ثابت، لكن الحقيقه ان في ظروف الدوري المصري واللعب في افريقيا كتير في مسافات بعيده طلع الراجل صح 100%.
احنا ما نعرفش مين ممكن يكون اساسي ومين احتياطي، بس اي حد هيلعب تقريبا اساسي. شايف اعتماد مستر مارسيل كولر في ماتش سيمبا هيكون على اللعيبه اللي لعبت ماتش النهارده، ولا لا انت عندك كهربا، عندك مودتس، عندك رضا سليم، عندك لعيبه كتير جدا جدا، حتى نص الملعب عندك عمرو السوليه. خد بالك يا عبد الرحمن انه انت بتتكلم على عن تقريبا فاصل زمني بين الماتشين 60 ساعه تقريبا تقريبا. بالتالي والنهارده اللعيبه بذلت مجهود كبير جدا، اللعيبه طالعه على المطار هتصحى يعني النهارده يوم خلص كمان. ربيعه، هاني، مروان، قفشه مجهود كبير جدا النهارده، في حوالي 5 لعيبه لعبوا 90 دقيقه شبه اساسي. مروان عطيه عنصر شبه اساسي في الاهلي، ممكن تلعب جنبيه حد تاني من اللعيبه اللي ما راحتش المنتخب، لكن مروان لاعب ماتشين وعنصر اساسي هتبني عليه لازم. بص يا عبد الرحمن، انا يعني بناء عن تفكير مارسيل كولر، هو مدرب ذكي جدا ونجح ان يخلي زي ما انت قلت ان قوام الاهلي كله بقى اساسي. فكره ان هو هيريح بعض اللاعبين وبعض اللاعبين يشركهم، دي اعتقد ممكن ما تبقاش في حسبانه. حساباته كلها ان هو هيذاكر فريق سيمبا التنزاني كويس، وبناء عليه هيختار العناصر. العناصر دي ممكن تبقى لعيبه موجوده في المنتخب حاليا، وممكن لعيبه تبقى عنده البديل اللي يقدر يعوض مثلا لعيب تاني زي كريم نيدفيد. فاجئنا طبعا في مباراه ماتش الزمالك، ماتش الزمالك فاجئنا بكريم نيدفيد. كريم نيدفيد لعيب كويس جدا وقدم مباراه كبيره، اول ماتش يلعبه في السيزون كله ماتش الزمالك بالظبط. لا ولعب في مباراه ميديام الغاني خارج يعني بالظبط. فبتكلم في ان هو لا عنده الجرأة. رضا سليم واحد من العناصر المهمه جدا في مباراه سيمبا، لان هم عندهم مشاكل كبيره جدا في خط الظهر، وتالق طبعا وتالق في مباراه السوبر الافريقي ساعتها واحرز هدف، وكان ممكن يجيب هدفين ثلاثه كمان. كهربا لاعب اساسي ولاعب متواجد طبعا بشكل كبير جدا. فاحنا بنتكلم ان سكواد النادي الاهلي دلوقتي لو قلت اي لاعب اللي متواجدين حاليا في النادي الاهلي مش موجود في المنتخب هتلاقيه كله قوام اساسي. ده اللي نجح فيه كولر، وده يبان ان كولر بقى ذكي جدا في التعامل في المباراه الافريقيه. قدر يكسب يانج افريكانز اللي هو شبه طريقه لعبهم، شبه شويه طريقه لعب سيمبا التنزاني. يانج افريكانز اقوى ولا سيمبا اقوى؟ يانج افريكانز. يانج افريكانز اقوى. يانج افريكانز عشر المركز الثالث دلوقتي. يانج افريكانز مصدر الدوري. لا وكمان احنا كنا على الهوا لو تفتكر في يوم مباراه سيمبا ويانج افريكانز، ويانج كسب سيمبا 5. يعني هي فكره يانج افريكانز ان يانج يعني القياس هنا يجوز فكره انك لعبت يانج افريكانز الفريق الاقوى في تنزانيا او المتصدر على اقل جدول الترتيب في تنزانيا، قدرت هنا والفرق بينهم يعني هو الفرق بينهم في النقاط قريب. في سمعت تصريحات جامده جدا، تصريحات طبعا رئيس النادي بس هم الافارقه دايما بيلعبوا دايما كده. بس انا عايز اقول على حاجه احمد، يعني دي بصراحه الحاجه الوحيده النقطه اللي لازم تبقى في الحسبان شويه. ايه هي؟ ده الجدول طبعا الترتيب. فريق يانج افريكانز متصدر الدوري، وسيمبا ليه مباراه مؤجله بفرق بينه مباراتين مؤجلين طبعا، لعب بينه وبين يانج افريكانز ماتش واحده، وبين عزام طبعا مباراتين. عايزين نقول إن لو سيمبا كسب المباراه دي هيبقى الفرق 4 نقاط، يعني يانج افريكانز 52 ولو سيمبا كسب يبقى 48. فكره الفرق بين سيمبا ويانج افريكانز، سيمبا التنزاني قبل عبد الحق بن شيخه فريق، وبعد عبد الحق بن شيخه فريق تاني. لازم نتفق في الحته دي. عبد الحق بن شيخه متمرس في ان هو يكسب المباريات الكبيره، يعني سيمبا التنزاني هم عاملين مشروع بقالهم اكتر من سنه. الموسم اللي فات كانوا قادرين يخرجوا الوداد المغربي من دوري الابطال، لكن طبعا خسروا ضربات جزاء. الموسم الحالي طبعا هم المشروع اللي هم بيفكروا ان هم يكملوا فيه، فجابوا عبد الحق وعاملين عدد صفقات كتير قوي كبيره جدا، جايبين 18 صفقه. فبشوف ان هم حاطين هدف كبير جدا قدامهم. عايز اقول ان عبد الحق بن شيخه دايما سيمبا لما بيلعب نادي الاهلي في تنزانيا بيهاجم. اعتقد ان المباراه الوحيده اللي النادي الاهلي او سيمبا تنزانيا لعب النادي الاهلي فيها، المباراه دي مش هيهاجم النادي الاهلي على ملعبه. عبد الحق بن شيخه هيلعب على التحولات الهجوميه، وده اللي عمله مع النادي الاهلي في اتحاد العاصمه. طبعا في فرق بين الكواليتي بين اللعيبه واللعيبه، لكن هو ذكي جدا، هيعرف ان هو لو ضغط النادي الاهلي اول ربع ساعه النادي الاهلي هيحط فيه جونين. ده اللي حصل في مباراه الذهاب في دوري السوبر الافريقي. النادي الاهلي لما سيمبا التنزاني هاجم النادي الاهلي ساب مساحات الاهلي، مساحات كبيره جدا، وعشان كده حتى كولر كان مذاكر فريق سيمبا التنزاني وحط رضا سليم ورا الباك رايت، وكان طبعا بيرستاو الناحيه الثانيه، ففي مساحات كبيره جدا. هيبقى من 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 من, من الذكاء لو هو فكر يهاجم النادي الاهلي، طبعا مكسب لنا جدا جدا. طيب من شيخه كمان مميز قوي في الحته بتاعت او مدربين شمال افريقيا كلهم، عم موتى، عبد الحق بن شيخه، كلهم مميزين قوي في حته ان هو استقطب بالزبط الفرقه اللي بيلعبها ويبقى يلعب على التحولات الهجوميه. صح، يلعب على التحولات دايما. بس في النهايه انا اعتقد انه سيمبا ما قداموش غير انه يحقق مكسب في تنزانيا بصرف النظر على التكتيك اللي هيلعبها ممكن يعمل كده في الشوط الثاني، لكن هو ما قداموش غير انه يحقق مكسب في تنزانيا يحاول يخطف بيه الاهلي هنا في القاهره، وده رهانه الوحيد. لكن اي نتيجه غير مكسب تعادل كانت او مكسب للاهلي اعتقد انه فقد فرصه في التعادل. طبعا هو عارف ان هو جاي للاهلي هنا في استاد القاهره يعني زي ما احنا سامعين، نتمنى ان ده ان شاء الله يحصل، ان الاستاد هيكون بالساعه الكامله للجمهور. فالنادي الاهلي هنا يعني استاد القاهره جحيم. بمناسبه كلامك ده انت فكرتني بحاجه كنت عايز ابتدي بيها الحلقه انا وعبد الرحمن. انا اتمنى الحقيقه اشوف الاهلي في استاد مصر في ماتشاته اللي جايه. ده
انا قايل الكلام ده من استاد مصر بيتبني ممكن والله ممكن نشوف النهائي رايك النهائي ده ولا صلاح فكره لعب هناك شكل يعني اوروبا ده التصوير كمان لا والنهارده كمان الكادرات اللي اتاخدت للجاليه الكرواتيه مع الاجواء الملعب لا ما تقولش ان ده ملعب خد بالك كمان في حاجه نقطه يمكن تفصيله صغيره مش ناس كتير تاخد بالها منها ده الملعب الوحيد للاضاءه فيه زي بالظبط اضاءه ملعب اوروبا عشان كده فرق في التصوير مظبوط عشان كده فرق في التصوير كتير جدا في كواليتي الصوره ودي حاجه من الحاجات اللي انا كنت بتمنى اشوفها في ملعب في مصر فان شاء الله اتمنى يعني لو وصلنا النهائي على الاقل اتمنى بقول النهائي بالظبط تلعب هناك اشوف الاهلي بيلعب في استاد مصر ان شاء الله والنهائي وغير النهائي نتمنى ان ده يكون الملعب الرسمي للنادي الاهلي احنا طماعين شويه نتمنى عندي اسئله كثيره متعلقه بالغيابات وازاي ممكن يكون حجم تاثيرها والافكار ممكن يلجا ليها مارسيل كولر في مواجهه سيمبا يوم الجمعه بس اسمحوا لي هنروح انا وعبد الرحمن لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بلال واحمد مصطفى ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل السهره الرمضانيه اللي احنا فيها دي في وجود ضيوفنا ولسه احنا مع ماتش سيمبا التنزاني يعني احنا وقفنا عند نقطه مهمه جدا احنا الماتش ده سياسه عبد الحق بن شيخه اللي لعبنا قبل كده في فرق تانية سيمبا اقوى منها شايفين ازاي وهبدا من عند بلال شايف ازاي سياسه عبد الحق بن شيخه هتبقى ضد النادي الاهلي في ماتش زي ده هل هيبقى حريص ويدافع بسياسه اللي هو المدربين بتوع شمال افريقيا سيناريو ماتش اتحاد العاصمه يعني اللي لعبه مع الاهلي في بدايه ولا ممكن يندفع بقى بسياسه الافارقه اللي بينزلوا سياسه سيمبا نفسها الطبيعيه في نقطه مهمه سيمبا. في نقطه مهمه جدا في الحته دي احنا مش هنلعب في الرطوبه بتاعه 2 الظهر و3 الظهر فدي هم كانوا بيعتمدوا عليها وفي رمضان واحنا فطرين هنلعب بعد الفطار الحمد لله فجاهزين يعني اصل انت صن داونز بيكسبك كل مره بيكسبك فيها الرطوبه عاليه قوي برطوبه عاليه يعني فيكتوريا دي تقريبا الرطوبه اصعب رطوبه في افريقيا هي فيكتوريا دي وفي نفس الوقت ملعبك الساعه 3 في درجه اصعب جو في جنوب افريقيا اثيوبيا فانت معدي عاليه جدا مرتفعه جدا على سطح البحر مشكله فاللاعب بيطلع نص طاقته تقريبا عشان الا لو رحت بدري وابتدت يعني اللعبه تاخد على اللي هو الرطوبه لا وكمان عبد الرحمن احنا شفنا شكوى اللاعبين الكبيره والمتكرره في بطوله الكان الاخيره في كوتيفوار من عمليه المناخ يعني احنا بنتكلم عن بتاع منتخب مصر كان بيبقى عليه ازاي بالظبط يعني احنا شفنا شفنا التيشيرت مش عارف بس عارف التيشيرت عارف التيشيرت فعلا مش في الجو التيشيرت ده معايا فلا يعني هو النادي الاهلي اعتقد ان عبد الحق بن شيخه هيعمل ميكس ما بين مواجهته للنادي الاهلي في مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه ومواجهتي سيمبا مع النادي الاهلي في السوبر ليج هيقعد يتفرج على الثلاث مباريات اعتقد هيشوف ايه الطريقه الانسب يمكن هو في اتحاد العاصمه ما كانش معاه اللاعبين اللي ممكن يصنعوا له الفارق امام النادي الاهلي مباراه كانت بتلعب من 90 دقيقه مباراه نهائي فهو اختار الحل الاضمن من وجهه نظري في مباراه السوبر ان هو يقف بشكل كبير جدا في المناطق الخلفيه يبدا يشتغل على عمليه التحولات الهجوميه بعد ما يستخلص الكره وبدليل ان هو حتى في احصائيات مباراته مع النادي الاهلي ما كانش عنده ولا تسديده على المرمى لعبه واحده هي ركله الجزاء قدر يفوز من خلالها على النادي الاهلي هقطعك بس دقيقه واحده كان الاهلي وكان النجم الساحلي مدربه فوزي البنزرتي كان مستر مانويل جوزيف 2007 في اثيوبيا كان ماتش في اثيوبيا بما ان احمد قال على ماتش درجه حراره اثيوبيا والرطوبه العاليه في اثيوبيا دي مباراه السوبر لعيبه الترجي كانوا عاملين حسابهم وكان معاهم جهاز طبي على اعلى مستوى وكانوا جايبين انابيب اكسجين بين الشوطين جوزيه جنن كان شايف المنظر ده اللعيبه بتاعه الترجي بيعملوا اكسجين اللي النجم الساحلي ماتش النجم الساحلي تمام في ماتش الترجي مش من النجم الساحلي اوكي سوري النجم الساحلي أنا تمام فبالتالي نقطه الرطوبه دي نقطه حاسمه جدا وان انت تلعب لعيبه ودرجه الاكسجين في تنزانيا تحديدا من الدول اللي درجه اللي هي فوق سطح البحر شويه فالاكسجين فيها قليل جدا سياسه لعبهم ممكن يعني احنا نستغل ان احنا هنلعب بالليل دي قوي وانت مريح كمان بعد الفطار وكان لاعب ماتشين هنا اللعيبه بتاعت الاهلي لعبه ماتشين وهو بعد الفطار مع منتخب مصر ولاعبين ماتشين في وكمان يمكن انا سالت في حته الميعاد مش سيمبا اللي غيرت الميعاد الاتحاد الافريقي ودي حاجه تحسب للاتحاد الافريقي قرار هو بالمناسبة. ده ايه يا عبد الرحمن خدوا قرار طالما في اضاءه بالزبط. يبقى لازم وده قرار صح بقول لك يعني ده حاجه تحسب للقائمين على اداره الكاف ان هم ياخدوا قرارات زي دي لان صح. انت ما كنتش بتواجهني بالظروف الطبيعيه ويمكن احنا اتكلمنا احمد قبل كده كذا مره في موضوع ان انت لما تواجهني واجهني في الظروف الطبيعيه اللي هي بتنطبق عليا وعليك ما تستغلش عامل الجو او عامل المناخ بالظبط يعني بالزبط. انا اعتقد عشان نرجع للنقطه الفنيه تاني اعتقد ان عبد الحق بن شيخه هيختار ان هو يقف ورا في اول ربع ساعه يحاول يعمل التحولات في كوره مثلا خلف احد الظاهرية الجنب في النادي الاهلي او يعتمد وده بالمناسبه النقطه اللي بيتميز فيها اي فريق
بيبقى تحت قياده عبد الحق بن شيخه الضربات الثابته، دايما هو مميز جدا في عمليه ان هو عايز ياخد ضربات ثابته حوالين منطقه جزاء الخصم او يعمل كره زي ما انت بتقول عبد الرحمن في مباراه السوبر، وياخد ركله جزاء او من ركنيه عنده لعيبه تسمح له طبعا لما نيجي نستعرض كره سيمبا غير كره اتحاد العاصمه، ده اللي هيعتمد عليه بشكل كبير. ما احنا بنتكلم ان سيمبا التنزاني لا اعلى من اتحاد العاصمه في كواليتي اللعيبه طبعا. عنده اللعيبه اللي ممكن تخليه يغير شويه الفكره، ما يبقاش دفاعي بحت، يبقى دفاعي ولكن لو عنده امكانيات بدنيه بتاعه افارقه مش بتوع شمال افريقيا برضه، امكانيات السرعه يعني والقوه بتاعتهم، وهيعتمد اكيد على العامل الجماهيري، لان احنا عارفين ان ملعب سيمبا بيمتلئ عن اخره بالجمهور وبتبقى اجواء كره قدم طبعا. طب خليني اروح لينا احنا، يعني كولر النهارده بيفكر انه لعبته الأساسية بصرف النظر عن الأسماء، يعني أي حد النهاردة هيحط تشكيلة النادي الأهلي كولر أو حتى من الجمهور مش هيطلع بره 14 أو 15 اسم الأسماء اللي ممكن يراهن عليها كولر في الماتش بتاع الجمعة اللي جاي، منهم أسماء مجهدة جاية من مباراتين قويتين جدا مع منتخب مصر، رحلة طويلة، ظروف جوية حتى لو بعد الفطار بالتأكيد مختلفة عن ما تلعب هنا في القاهرة، ولاعيبه برضو مؤثره جدا غايبه بسبب الاصابه، يمكن طبعا في مقدمتهم امام والشناوي، وان كان شوبير الحقيقه مطمئن جدا واعلى كلين شيت كويس جدا. كيف يفكر كولر؟ ايه الاهداف اللي بيحطها كولر في ظل الظروف دي يا احمد؟ هل كولر هيلعب كفعل مش رد فعل؟ يعني انا رايح هناك العب على مكسب عشان احسم المواجهه بدري بدري او النتيجه بدري بدري وابقى جاي هنا القاهره تحصيل حاصل، ولا اروح هناك على ان انا اطلع بنتيجه ايجابيه والتعادل مثلا يكفيني واجل الحسم لمباراه القاهره؟ بص احمد، كولر لما لعب سيمبا التنزاني في الدوري السوبر الافريقي لعب بطريقه هجوميه وضغط على سيمبا التنزاني بدايه المباراه، بناء طبعا ان هو كان مذاكر سيمبا. لما لعب يانج افريكانز لعب بطريقه متوازنه لانه عارف ان فريق يانج افريكانز شرس واقوى بالظبط جدا، فهو مع سيمبا مع عبد الحق بن شيخه هيلعب بنفس الطريقه المتوازنه، فاعتقد ان هو هيلعب بطريقه متوازنه مش هيجازف في بدايه المباراه، لان هو عارف برده ان عبد الحق بن شيخه هيذاكر مباراه اتحاد العاصمه، انا متاكد ان هيشوف افكار عبد الحق بن شيخه في المباراه دي. وللعلم عبد الحق بن شيخه وفريق سيمبا التنزاني كسب فريق الوداد المغربي وهو اقوى فريق لعبه من وقت ما مسك فريق سيمبا التنزاني، كسب 2-0 في تنزانيا، فدي المباراه اللي هتبين جدا فريق سيمبا التنزاني لعب بطريقه ازاي. هو لعب بطريقه هجوميه وهم فريق هجومي، ففريق سيمبا التنزاني فريق هجومي، لكن قدام النادي الاهلي مش هيقدر يلعب بطريقه هجوميه. كولر انا بشوف ان كولر هيلعب بطريقه متوازنه، هيعتمد على التحولات الهجوميه وسرعات رودا سليم وبرستاو، يعني انا بشوف ان دي مباراه رودا سليم. ثالثهم مين افضل من وجهه نظرك؟ كهربا طبعا، ولا كهربا؟ طبعا كهربا مباراه تنزانيا كهربا انا محتاجه سرعات، محتاجه سرعات سواء في الضغط، وسام عنده السرعات دي، وسام عنده سرعات، لكن لو وسام جاهز طبعا هيبقى لو يعني وسام ما لعبش ولا ماتش طبعا، يعني برده هيبقى الموضوع صعب، يعني حتى لو وسام جاهز يعني اعتقد ممكن ياخد شوط، ممكن ياخد 25 دقيقه، لكن كهربا جاهز، كهربا جاهز لعب مباراه النهائي الكاس مع نادي الزمالك، لا فكهربا دي مباراته، يعني في العناصر اللي تنفذ لك طريقه لعبك وتنجحها مهمه جدا واختيارها. فبعض اللاعبين السولية عنده ميزه مهمه جدا في الكرات الطوليه، عملها في مباراه ميديام الغاني، وبشوف ان هو قدر يعمل كده في مباراه ينج افريكانز برضه في بعض الكرات، فاحنا هنعتمد على اللعيبه اللي تقدر تعمل التحولات الهجوميه. نبيل كوكا ما ننساش ان هو لعب النهارده، شارك في بعض الدقائق، عندك كوكا شارك، عندك اكرم شارك، عندك مروان، فدي مهمه جدا، فاعتقد ان الثلاثي هيبقى مش هيخرج ما بين كوكا وما بين مروان عطيه او قفشه او عمرو السوليه، لان طبعا غياب ديانج خلاص الاصابه انت ما قدامكش، وامام طبعا غياب المؤثر جدا، لكن النادي الاهلي عنده لعيبه تعوض غياب امام، وكولر نجح في ان هو يخلي طبعا الفريق كله بيبقى حاضر وجاهز بدنيا وذهنيا، وبيخلق الدوافع دائما في كل المباريات، وبيفصل كل مباراه عن المباراه اللي قبلها، هيلعب بطريقه قويه. الفكره كلها بس في اجهاد بعض اللاعبين الاساسيين اللي مفيش بديل عنهم، زي عبد المنعم ورامي ربيعه اللي النهارده شاركوا 90 دقيقه بالكامل واحرزوا هدفين بالظبط، وطبعا مروان عطيه لانهم عملوا مجهود بدني كبير جدا، فاعتقد ان ده التشكيل الانسب. عندك نص الفرقه عملت مجهود بدني كبير جدا، ونص الفرقه النهارده الثانيه لا، ومنتخب كرواتيا من طبعا منتخب من كرواتيا يا احمد فريق متعب طبعا. فريق خط وسط بيعتمد على الباص اللي هو القصار ده، وعلى فكره سيمبا التنزاني بيعتمد على اللعب ده نفس طريقه لعب سان داونز اللي هو الفريق. انت استهلكت النهارده محمد هاني وعبد المنعم ورامي اللي هو تقريبا 90% من خط الظهر، فهي دي يعني هي دي التركيبه بقى اللي كولر هيقدر بقى يخلي اللعبه ديت تبقى موجوده، بس لكن انا بشوف ان مفيش غنى عنهم في الملعب، لان وجودهم مهم جدا في ظل غياب ياسر ابراهيم الاصابه ومتولي كمان، ففي بعض اللاعبين للاسف يعني او مضطرين يكونوا متواجدين. ميركاتو شتوي بالنسبه لسيمبا خلى شكل او في صفقات اضافت للفريق او في لعيبه
ما واجهناهاش قبل كده. يعني ايه اللي مختلف في سيمبا اللي هنلعبه يوم الجمعه عن سيمبا اللي قابلناه في الدوري الافريقي قبلها؟ يعني يمكن يا احمد مع استخدام عبد الحق بن شيخه هم عملوا ميركاتو التعاقد مع 18 لاعب. لما تيجي تبص على سكواد سيمبا هتلاقي فيه اجانب كتير جدا، يعني تقريبا حوالي 16 لاعب اجنبي داخل قائمه نادي سيمبا. ده بيديك اريحيه كبيره جدا في عمليه اختيار التشكيل، بيديك حتى اريحيه في عمليه اختيار اللعبه. ولكن سيمبا التنزاني عنده حتى لاعبين دوليين، يعني عنده ايكونجا السنتر باك بتاع منتخب الكونغو، لاعب دولي ولاعب مميز جدا. ابرز لاعبي سيمبا طبعا اللي اعتقد ان مارسيل كولر هيشتغل عليه كويس قوي، ان احنا لازم ناخد حذرنا منه، كلاتوس شاما لاعب هداف الفريق وهو اعلى لاعب عنده معدل صناعه اهداف في الفريق. عندهم طبعا ايوب لاكرات حارس المرمى المغربي اللي بالمناسبه من ضمن المشروع او من ضمن القرارات اللي اخذتها اداره سيمبا مع استخدام عبد الحق بن شيخه ان هم يجيبوا مدرب حراس مرمى اسباني، هو اللي تعاقد مع ايوب لاكرد طبعا، وده بيوريك الفكر بتاع النادي او اداره النادي عايز يروح فين. يعني بالظبط هو بيخدم على النادي من خلال مدير فني، من خلال مدرب حراس مرمى اجنبي، من خلال حتى التعاقدات الدوليه زي ما اتكلمنا. فاعتقد ان هم عندهم لاعبين تقدر تقول ان هم يشكلوا خطوره، زي ما اتكلمنا عن شاما واتكلمنا عن ايكونجا واتكلمنا عن كمان سعيدي لاعب مميز جدا، محمد حسين الباك ليفت بتاع سيمبا واللي بيشارك كهاف ليفت كمان. عندهم تنوع كبير جدا سيمبا التنزاني سواء عن طريق الأظهرة أو عن طريق العمق الهجومي، يقدروا يشكلوا خطورة على مختلف النادي كام عن سيمبا اللي قابلناه على مستوى. يعني انا اعتقد ان الاختلاف مش هيكون على مستوى العناصر على قد ما هيكون على مستوى الانضباط التكتيكي على ارض الملعب. التكليفات اللي هياخدها اللعيبه من عبد الحق بن شيخه تختلف تماما عن وبالتالي تكتيكيا ماتش الجمعه اصعب من مواجهه انا بشوف ان هو اصعب، لان انا زي ما اتكلمنا عن بن شيخه ان هو مدرب متمرس واجه النادي الاهلي الموسم دفع عنده كمان يعني اريحيه ان هو يقدر. لا وعنده نقطة مهمة جدا اللي هم قالوها دي، نقطة جبارة، هو في الدوري المغربي او الدوري التونسي مفيش عدد المحترفين الكبير طبعا، مش دوري محترفين بالدرجة دي، ميزة كبيرة جدا بتديله أريحية في عملية اختيار التشكيل لما يكون عندك من 16 ل 18 لاعب أجنبي داخل السكواد. احنا هنا في مصر يعني كنا بنصرخ علشان نرفع عدد الأجانب من 3 ل 5 وبعد معاناة كبيرة جدا، وبعدين قال لك يبقوا 3 في الملعب و2 على الدكة، ولما ينزل واحد يعني كانت قصة كبيرة جدا لحد ما قدرنا نوصل بالعدد 5. ولكن انت علشان ترفع مستوى، احنا شايفين الدوري السعودي فتح حتى بعد ما كان 8 بس، لا السيزون الجاي كمان هيبقوا 10 عشان تعمل دوري محترف. والدليل حتى الفريقين موجودين تضيف للمستوى الدوري بتاعك، وما بقاسهاش بالعدد على قد ما بقاسها بالكواليتي. بالكواليتي بالظبط يعني طبعا، يعني ممكن تخلي العدد 10 بس تجيب المحترفين مش على مستوى. انت بتشوف الدوري الانجليزي مثلا حاطين ضوابط معينه للانديه الانجليزيه لما تيجي تجيب لاعب كل لاعب دولي يبقى دولي وشارك مع المنتخب مش عارف كام نسبه مشاركه، فبالتالي بيبقى بتجيب لعيب بيقدم قيمه مضافه للنادي بتاعه وللبطوله نفسها، مستوى المنافسه والتنافسيه عالي جدا. بس عايز اقول لك وضع الدوري الانجليزي يسمح له انه يفرض شروطه فاحنا علشان نوصل ده. وبعدين اللعيب الاوروبي عندهم مش محترف، يعني بتتكلم هو اللاتيني والافريقي بس هم دول المحترفين. يعني احنا حتى عندنا في حاله مشهوره جدا، كابتن احمد فتحي نجم طبعا المنتخب المصري لما كان في بيخوض فتره المعايشه مع نادي ارسنال وخلاص بعد ما تم الموافقه على ضمه، وقف الموضوع معاه على مباراه دوليه واحده فقط منعت انضمامه وقتها للارسنال نسبه معويه من الماتشات دول المنتخب. فدي حاجات بتضيف وبتعلي طبعا. انا ما بقولكش حط معايير الدوري الانجليزي، بس انا اقصد اقول انت مثلا عندك في مصر، احنا اتناقشنا في ده في حلقه من الحلقات قبل كده، عندك كام محترف اجنبي بيلعب مثلا في بطوله زي الدوري المصري، كام واحد منهم دولي وكام واحد منهم حاسس انه مثل اضافه او كاليبر او كواليتي اعلى من اللعيبه المصريين وبالتالي وعايز ازود حاجه على دولي ومثل اضافه، كام واحد منهم مؤهل ان هو يخرج للاحتراف او ان النادي ده يقدر يستثمر فيه على مستوى حتى القيمه التعاقديه. يعني انت بتجيبه برقم تقدر بعد كده زي ما حصل من النادي الاهلي لما استثمر في ايفونا وفي وليد ازارو وفي اكتر من لاعب النادي الاهلي قدر يستقدمهم وهم محدش لسه يعرفهم او بقيمه ماديه قليله. ودلوقتي الكلام الكبير اللي بيثار عن انتقال اليو ديانج، وكل دي هو ده الاستثمار برضو او جزء من الاستثمار في كره القدم. حتى النادي الاهلي جايب 2 ناشئين مظبوط من غيره بالظبط جدا وبيجهزوا ان هم السكاوتنج بتاع كابتن هاني رمزي طبعا اللي احنا بنحييه على الشغل الجديد
الجديد بقى اللي انت علشان النادي الاهلي دايما هو سابق بخطوه. يعني النادي الاهلي دايما في اي مجال من مجال تطور كره القدم هتلاقي النادي الاهلي دايما سابق بخطوه. فنتمنى ان احنا نقدر في يوم من الايام نوصل ان احنا نحط اشتراطاتنا على المحترفين اللي يجوا الدوري المصري. فكره المحترفين تحت السن دي يا جماعه برضو مهمه جدا. انت لو جهزت اثنين محترفين تحت السن وشاركوا لو تبدا تعمل زي ما قلت اللاعب اللعيبه اللي بتطلعها برضو اعاره بعض الانديه وتبدا تحتاج اكتر تعمل بروجرام للمحترفين الصغيرين. معلش انا اسف هقطع كده. يعني لازم نديفاين يعني ايه تحت السن. ايه اللاعب اللي تحت السن؟ تحت السن دي كام بالنسبه لك انت؟ 17 بالنسبه لي 19 بالنسبه لي 21. هو في الاتحاد عاملينها السكند تيم. احنا لامين يامال في برشلونه مثلا انت كتالوني 17 سنه 17 سنه يامال 17 سنه بيلعب مكسر بيدري وجافي او بيدري وجافي لعب 16 كمان 16 سنه و17 منتخب اسبانيا يا جماعه. يعني هي فكره تحت السن دي ملهاش علاقه احنا عشان فودن جايين من بعيد طالع لعيب صغير جدا الولد اللي راح من السيتي لتشيلسي بالمر. طبعا الولد هي لعيب كره جامد قوي في الدوري المصري 27 سنه بيقولوا عليهم لسه ناشئ لسه ناشئ ما عندوش خبرات. بمناسبه يمين او لامين جمال يعني حرص عليه عشان البي اس جي مستهدفه كل شويه يحط له عبد الرحمن يحرص عشان حرصه عشان يا جماعه مشجعين برشلونه الفتره دي والله مظلومين جدا. والله صعبين عليا والله. بس هو لعيب واعد ولعيب هايل. صحيح السنه دي شكل البطوله اختلف. يعني اعتقد عوده مازيمبي عوده اسك خروج معظم دول شمال افريقيا باستثناء الاهلي والترجي او انديه شمال افريقيا باستثناء الاهلي والترجي بيقول ان شكل المنافسه في البطوله مختلف. وعايز اعرف من وجهه نظركم الوصول لللقب السنه دي اصعب ولا في النسخ الاخيره كان اصعب؟ لا الوصول السنه دي اصعب طبعا. السنه دي طبعا في فرق كل موسم بتتطور اكتر اولهم سيمبا التنزاني مازيمبي بيعود طبعا من بعيد وبيقدم انا شايف المقدم اسك جاي من ابعد طبعا اسك موزه اسك هو تصدر مجموعه مين الوداد وسيمبا. خلينا نقول المجموعه دي كانت قويه جدا طلع منها اسك وسيمبا والوداد المغربي برده فريق عنده شخصيه البطل يعني فريق كبير طبعًا. مش فريق صغير والوداد خروجه واحده من طبعا من احلى المفاجآت طبعا ان الوداد هيظل طبعا ما تفكركش في حاجه موضوع الوداد وسيمبا رمضان كريم لو هفكرك في حاجات كتيره بقى رمضان كريم مدعومه جدا الانديه المغربيه مدعومه جدا 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 طبعا يعني هم عندهم راجل بصراحه يعني يرفع لها القبعه دي حقيقه رئيس الجمعيه المغربيه لكره القدم الراجل ده استراتيجيه حاططها المنتخب حاططها للمدى البعيد صح للمدى البعيد للانديه بيدعم المنتخبات الاتحاد المغربي بيدعم الانديه في الكاف بشكل رهيب دي حقيقه دي حاجه ناقصه خلي بالكم هنا في مصر جدا وعلى فكره يعني. الانطباع والنتيجه واضحه جدا استضافوا نهائي دوري ابطال سنتين ثلاث سنين ورا ثلاث سنين وكاس عالم انديه في المغرب ثلاث سنين الفرقه بتاعتهم عندها ميزه ان انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك نهائي دوري ابطال افريقيا وحتى لو ما وصلوش مباراه النهائي برضو المغرب يعني حاضره في المشهد تشيفز كان في المغرب كان في المغرب الاهلي والوداد بعدها في المغرب وكان 25 في المغرب وكان 25 في المغرب صحيح. فطبعا لا انا بشوف ان النسخه دي نسخه قويه جدا سان داونز يظل فريق مرعب فريق عندهم شخصيه فريق قوي انا شايف انت اللي انت بتتكلم فيه ده فرق شمال افريقيا دلوقتي الافارقه بيحبوا يلعبوا بره ارضهم لانها كاجواء وكملاعب احسن. اتفق معاك جدا نعمت في النقطه دي مهمه جدا. في ثلاث فرق تقريبا ثلاث فرق بالاخص سيمبا واحد منهم سيمبا ويانج افريكانز وسان داونز الثلاثه هم شبه بعض شويه طبعا فرق الخبرات والقوه بالنسبه لسان داونز لكن الثلاثي بيقدروا يلعبوا خارج ملعبهم يعني بالنسبه لهم الجو احسن والملعب احسن وكلهم لعيبه كوره. ما هو لعيب الكوره دايما لما بيروح مثلا الملعب احسن بالظبط لما يجي بس يلعب في استاد القاهره بالنسبه له ملعب مميز جدا هيلعب كوره والجو هو بالنسبه له نسبه الاكسجين دي طبعًا. ايه اللي انتوا عايشين فيه ده بالنسبه له بيجي يلعب الموضوع فتلاقي سان داونز انه هنا عايز اعيش معاكم فتلاقيه بيتالق. يانج افريكانز قدم مباراه على فكره كويسه جدا وهنا اللي كسبناهم فيه 1-0 ففريق سيمبا التنزاني. فاحنا برضو خلاص يعني دلوقتي الفرق تطورت جدا وشفنا حتى كاس افريقيا بينت ان المنتخبات الصغيره اللي احنا كنا فاكرينها منتخبات صغيره خارج الحسابات لا بنشوف طبعا الراس الاخضر بيتالق منتخب جنوب افريقيا ثالث كاس الامم بيتالق منتخب جنوب افريقيا مكمل بمدرب مؤقت ويعني وصل لمرحله ده يبين طبعا ان الكره طبعا اختلفت تماما. وقلت الكره بقت افريقيا زمان اللي هي الكره الطويله دي اختلفت لا شايفين دلوقتي ثلاث فرق ومن ضمنهم النادي الاهلي. خد بالك الملاعب كمان اتغيرت في افريقيا طبعا فاكر انت زمان يعني خالص فاكر تنزانيا زمان يعني حتى كوت ديفوار في البطوله الاخيره الحقيقه ده عملت ملاعب مجهود كبير ملاعب ولا اروع بصراحه. لا ولو تفتكر كمان يا احمد الكاميرون من قبلها برضو الدنيا كانت يعني كويسه جدا لو تفتكر لما اتكلمنا عن ملف اسناد عبد الرحمن الكاف لبعض البلدان تنظيم بطولات امم افريقيا الجديده بتاعه الملاعب بالظبط لا وكمان بيبقى الهدف او احد الاهداف ان انت تغير البنيه التحتيه في البلدان دي. انا بس ناقصني حاجه واحده في الكان دي وتظبط جدا معايا ما تبقاش في شهر واحد تبقى زي ما لعبناها في مصر في شهر 6 بعد يا ريت والله صح صح هي نقطتين فارقين معايا جدا. اولا المحترفين اللي بيسيبوا الدوري يعني محمد صلاح مثلا
ساب ليفربول وثلاث اربع ماتشات مهمه جدا. ده ماتشات كانت كبيره. وفي فرقه زي ليفربول ساعات مثلا الكان اللي قبل دي كان ماني وصلاح الاثنين وصلوا فاينل بالظبط، خسران الفرودين او الاثنين مهاجمين بتوعه. نفس الكلام بقى انت كمان خسران تسويقيا جزء مهم جدا. العالم كله مش هيسيب ماتش الريال مدريد ولا البرشلونه ويتفرج في شهر واحد على ماتش كان على موزمبيق والراس الاخضر. صح يعني انا شايف ان هي انجح بطوله كبيره. لا ده راس الاخضر عمل بطوله كبيره. احنا بنتكلم عبد الرحمن بيقول مش هتسيب ريال مدريد، مش بيضرب بيها المسح. بتتكلم عن موزمبيق ده بيضرب بيها المسح على راس الاخضر زمان، فاهم انت؟ راس الاخضر دلوقتي خلاص. انا شايف كانت الراس الاخضر كان ريال مدريد وتتفرج على راس الاخضر. انا اتفرج على راس الاخضر. هو الراجل ده وصوله من الراس الاخضر. انت شايف ان انت كوكيل لاعبين او كبس فضائي او كحتى الانديه اللي بتلعب لعيبه شهر 6 البطوله لما اتلعبت في مصر كان موجود كل ده بالزبط. كان متاح كل ده بالزبط. ليه توقيتها صح؟ صحيح. يعني طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر في مشواره القادم امام بوركينا فاسو وغينيا في كاس العالم، كل التوفيق للاهلي ان شاء الله في مواجهه سيمبا التنزاني، يرجع لنا ان شاء الله في ظل ظروف صعبه. لكن نتعود الاهلي الحقيقه انه في ظل الظروف الصعبه دايما يقدم افضل ما عنده. رهننا على ال11 اللي هيمثلوا نادي الاهلي ايا كان اسمهم ان شاء الله باذن الله ان هم يقدموا مباراه قويه قدام سيمبا ويرجعوا بنتيجه تطمننا ان شاء الله قبل لقاء القاهره اللي هيبقى بعدها باسبوع. نتمنى ان شاء الله من جماهير الاهلي تحضر لعوده الاهلي مره ثانيه لمباريات في ملعبه. عايزين ان شاء الله لقاء الجمعه اللي بعدها يوم 6 او يوم 5 تقريبا 5 ابريل ان شاء الله باذن الله الملعب يبقى مليان. معلوماتنا زي ما قلت انا وعبد الرحمن مره تانية انه ان شاء الله الحضور الجماهيري المسموح به في المباراه دي هيكون 30,000 حدود ال 30,000. لسه ما فيش شيء مؤكد بس دي المعلومه اللي عندنا لغايه دلوقتي. اتمنى بس ان شاء الله انها تبقى اكتر من كده. كل التوفيق للاهلي ان شاء الله. بشكر عبد الرحمن ناجي على وجوده معايا النهارده في الاهلي في رمضان. انا سعيد جدا والله ان انا يعني من مميزات الاهلي في رمضان ان انا طلعت حلقه معاك فعلا يعني. ميرسي عبد الرحمن. وبشكر بلال محسن احمد مصطفى العالمي والظاهره فرصه ان احنا نتقابل في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ومبارك احمد طبعا المنصب الجديد المحلل الفني لمحلل اداء لفريق الداخليه. كل التوفيق ليك مع كابتن كوشري. مظبوط مظبوط حبيبي احمد وشكرا جدا. مبسوط جدا ان انا معاك وكنت وحشني جدا. وطبعا عبد الرحمن اول مره اكون موجود متواجد معاه. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا انا فرحان بوجودي معاكم انتوا الاثنين حبيبي. يعني اصدقاء اونلاين لازم نتقابل دايما بس اول مره يبقى مع بعض في استوديو واحد. نورتونا وكل سنه وانتم طيبين يا احمد. احنا اللي بنتشرف بوجودنا معاكم. شكرا لكم على متابعه حلقه النهارده. بكره حلقه جديده لقاء جديد دايما يتجدد على شاشة الأهلي والأهلي في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.